الثورات لما بتقوم بتحصل عشان تجيب ناس مكان ناس، واللي عملوها كانوا متخيلين ان النظام لما يقع البلد هتتحول لجنة، فبدأوا يحلموا. كل اللي لقوها فرصة عشان يظهروا لازم يفهموا ان ثورتهم لو غيرت اشكال فما بتغيرش اسلوب، رغم اننا واثقين انهم مش هيستحملوا، لكن بنعاقبهم بهدوء لان بطء العقاب بيبقى اصعب كتير من العقاب نفسه. يا كبير والله اخي انا مش فاهم، اسافر وارجع الاقي البلد حالا بتشقلب بالمنظر ده؟ انا اللي مش فاهم، انت اللي رجعت، ما كنت خليتك يا اخي على الاقل كنت شدتني معاك. والمصحف هناك زي هنا، يمكن هنا احسن كمان. ليه بقى ماسك اخوك اهو قاعد وقلع الدولي؟ قول لي يا ميم، انت كلمتوني صحيح ولا ايه؟ برضه عشان اخلص بقى من الحوار ده. اوه يعني انت لو كلمته دلوقتي هتلاقيني نطت في الطياره يعني؟ بعدين اكلمه لك بعدين. كل حاجه بعدين. في ايه يا عم؟ ايه يا ميم مش عايز تخدمني ليه يا جدع؟ افهم، اي هاف نو لايف، اي ليف ان دارك هير. دارك؟ انا عارف انت هتغير رايك في يوم وليله. لا طبعا، نو ايه يا معلم، نو ايه يا جيبو رايق يا نص. ايه اللي ماشيك في نص الليل كده؟ كنت بجيب حاجات. يا ده احنا مش قلنا مفيش نزول بالليل؟ امال اخلي اختي هي اللي تنزل بالليل ده؟ جدع نص، راجل يلا راجل. طب لما تحب تعوز حاجه بعد كده قول لي النحله يبعتها لك على البيت. ماشي. طب فكك من الكلام ده وعلمني حركه جديده. يا ده مش لسه معلمك حركه، احفظها الاول. طب انا حفظتها صم. خلاص بعدين بقى عشان دماغي ما تدوش. بكره بكره ماشي، بس بكره خليهم حركتين. يا تبطل لما ده بقى طير. يلا يا ده على البيت. ماشي يا عمنا، بقالك ساعة مقعدني وبتحكي معايا في كلام ملوش عايزة، في ايه؟ من غير لف ولا دوران، الموضوع اللي بينك وبين امك ده مش هيبقى له اخر ولا ايه؟ وايه لازمته الكلام اللي بينرفز بقى يا عم ياسين؟ ايه هو ده اتنرفز مني ولا مش القصد، بس انت عارف ان انا ما بحبش احكي في الحوار ده. اسمع يا موسى. اسمع انت يا عم ياسين، الكلام اللي كانت بتضحك بيه عليا وانا عيل صغير ما ينفعش تضحك عليا بيه دلوقتي. انا عايز اعرف ابويا مين. ما ينفعش واحد زي الشحط زيي ما يبقاش عارف حاجه زي دي. يا ولد الكلام ده اللي انت بتقوله ده، ما هي قايله لك بدل مره العشرة وخلصت من الموال ده، ولا انت تغيب تغيب وترجع تنكش فيه تاني؟ ويا ريت بالادب يا اخي. وبعدين هي بتشتكي لك بتاع ايه؟ انا اتكلمت معاها بالهداوه، هي اللي عصبتني لما ردت عليا. عصبتك؟ هي بقى يوسف دمك يا ابني. امك سابت الراس زمان علشان خاطرك يا يوسف اللي بتاكل منه عيش. انا ما بتكلمش يا عم ياسين في انها سابت الشغل وما سابتوش وقصرت معايا وما قصرتش. انا حاسس ان انا ابن حرام ماليش اصل، ما اعرفش ابويا مين. ما لو كتب في شهاده الميلاد ده يبقى مين؟ قول لي انت يبقى مين؟ ها قول لي تعرفه؟
شفته؟ قابلته؟ شفت حد من اهله؟ بلاش، لو كانت متجوزاه فين نسبه الجواز؟ ولو كان مات فين شهاده الوفاه؟ فين اي ورقه تثبت ان انا ابن حلال؟ ها؟ احنا نضحك على بعض يا عم ياسين، ما احنا تليفون سوا، ولا انت ناسي؟ ناسي العيال زمان وانا في الحركه وبينادوني يقولوا ايه؟ ها؟ نسيت؟ ما نسيتش يا يوسف، بس عايزك تفتكر انت كمان ان انا ياما قلت لك يا ابني ان امك دي اشرف واحده في الدنيا، وان ابوك هو اللي سابك وطفش ومش عارف انه طريق جره وخد معاه كل الورق اللي كان ممكن تخزق بيه عينيك دلوقتي. بعدين يا ابني انا ماليش مصلحه علشان اكدب عليك في حاجه زي كده. انت بقى شيطانك بيلعب بدماغك، مش عايزك تصدق. فانا هقول لك انت حر. فل يا يوسف. يا رمضان جبت الحاجه؟ لا جاي اشمها هوا. انا ناقصك يا خفه يا عم الحاج. الفرق الوحيد بين هناك وهنا ان هناك بتعمل حاجه بتلاقي قصادها حاجه. هو ده اللي انا عايزه، لما اشتغل الاقي نتيجه لشغلي. ابو مايه بالحته بتاعتك. هو ده الكلام. الله يسهل له. اوعى. انا احلى. انا يا كبير. وفي ايه الدوشه اللي جوه دي؟ مش هقول لهم ماتش حريمي، انما ملاكمه، ملاكمه جامده قوي يا كبير. الحريم بص بتقطع في بعض. ايه بقى؟ ليه منزلك متاخر قوي كده؟ الواد نص قال لي انك لسه قاعد على القهوه، فقلت الحقك قبل ما تروح الشغل. افرضي رحت الشغل ولا حتى عجزت، ايه؟ مش ترني لي قبلها؟ قلبي قال لي اني هلحقك. ما تضحكش عليا زيك. قولي لي بقى. قلبك قال لك ايه تاني؟ قال لي بحبك وحشتني ونفسي انا وانت بقى نتلم في بيت واحد واحس بحضنك بيحميني. تحس بايه؟ احس بحضنك بيحميني. قولي لي يا بت، هو انت بتحلوي زياده كده بالليل ولا انت كده طول اليوم؟ انا كده طول اليوم يا اخويا، بس انت بقى اللي مش واخد بالك ومطنشني. انا قايل الادب. لا يا اخويا ما تقولش على نفسك. اسمعي بس، انا قايل الادب. لا يا دي يا بت افهميني، انا قايل الادب. انا بسيبك بتكال، ما حدش في الدنيا دي يمنعني غير البت دي. مين؟ الدنيا كلها عارفه اسمها هنادي. لا ما اسمهاش هنادي، دي اسمها موحه. كركس يا اخويا عشان يقيدوا لي نفس السلم ولا حاجه. يا اسطى انا ولع لها في العماره مش في اللمه بس. اهلا بالفنانه اللي مسيطره في المنطقه. جرى ايه يا رايق؟ احنا مش هنخلص من نمرك كل الليله دي يا اخويا ولا ايه؟ لا يا سماح مش هنخلص. الحوار عاجبني مش هنخلص، وعلى الحرام من ديني ما انت نازله من باب البيت تاني. وانت مالكش حلفانات عليا يعني؟ ده من امتى ان شاء الله؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك محموق كده ليه؟ انت مالكش حاجه عندي، لا انت اخويا ولا خطيبي ولا جوزي. ما تظبط يا بت. هو في ايه؟ سيبك منه، ده فيلم كل يوم. ها يا واد صحيح عماني معتبر. عيب عليك يا عم يوسف، ده انت حبيبي، هجيب لك حاجه شمال برضه. طب الحته دي تخصني، بهارها كام؟ بص هي تمنها كف. كف كتير. انا هديك 3.5. تمام؟ تمام، انت حبيبي برضه. خد ادبر لك الفلوس واكلمك، اتكل على الله دلوقتي. ترى ايه يا رايق؟ ترى ايه يا رايق وانت كل شويه يا حبيبي؟ تتفرج علينا مخاليق ربنا عيب كده يا واد. خش جوه يا عمتي. البت دي لازم تتربى. ايوه دي بنت كلب ولازم تتربى. انا متربيه كويس يا رايق وانت عارف. يبقى انا اقصر بقى ولا هربيكي؟ تعالي بقى. حلوه حلوه يا اختي. يا رايق يا رايق، ما تستهدى بالله يا جدع. انا قلت لك تطلعي موحه على البيت ولا تتربى يا اختي. اخر انت هتشوفي دلوقتي بقى. انا هوريكي. تعالي تعالي يا جيجي، خديها على فوق. يلا 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 ديو، وحشني. ربنا يخلي سعادتك. حلو اللي انت عملته انت واصحابك. احنا في خدمتك يا جنرال. زمان في المدرسه علمونا ان ابو قردان صديق الفلاح، عشان بيناقي الدوده من الارض وبياكل الحشرات اللي بتدور في الزرع. يعني مفيش مره اتغابى وعمل اكتر من دوره، عشان كده فضل صديق الفلاح. صح يا باشا، صح. دول 20,000 اللي اتفقنا عليهم، عشان تعرف ان انا راجل بحترم كلمتي. هو في اي حد قال حاجه غير كده؟ وبعدين دي مش اول شغلانه لينا مع بعض يعني. مد ايدك، خد الحقك انت وزمايلك. بعد اذنك يا باشا. عشان تبقى تشتغل صح لازم تعرف دورك بيبتدي فين وينتهي فين، زي ابو قردان. انا قلت الراجل يتقدم
ما اتفقناش تاخدوا عربيته وتقطعوها وتبيعوها؟ اللي طلب منا نفذناه بالحرف الواحد، مش حاجه اكتر من كده. غلطه مش كده؟ نفسك تعتذر عشان ترحم نفسك من الالم اللي انت حاسس بيه. غلطه، غلطه مش هتتكرر تاني. اوعى تفتكر انت والصايع اللي معاك ممكن تحلموا اكتر من اللي هسمح لكم بيه. ها؟ انا اللي عملته وانا اللي اقدر اعيدكم في اي وقت. افتكروا دايما ملفاتكم تحت ايدي. مفهوم، مفهوم سعادتك. الفلوس اللي معاك على تمن العربيه اللي قطعتوها يبقى حقكم وصلت. مع السلامه. سعادة الباشا، أتمنى يكون عجبك اللي حصل. لا 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 لا، مش هيتكلم لا دلوقتي ولا بعد ما يخش البرلمان. تحت أمرك. مع السلامة. هو مال أمه هو إذا كنا نبيع العربية ولا إن شاء الله حتى نولع فيها؟ مش عملنا له اللي هو عايزه؟ هو ده اللي حصل. ولازمته إيه بقى أبو إلا والدراع دول؟ بتنطط علينا. يتنطط علينا؟ على حرام من الدين وما كسر لك دماغ دلوقتي ولا يفرق معايا. ايه ده يا عم ميمي؟ بلاش فتحه الصدر دي، فتحه الصدر دي مش مع اي حد. اللي حصل ده كان غلطه، غلطه كبيره كمان. ليه يا عم؟ هو حد جاب اسمه في حاجه ولا شاور عليه؟ لا. طيب يبقى غلطانين في ايه؟ العمليه دي كان لازم تبان انها قرصه ودن، ما بعتها له خصوصي. ما ده اللي حصل يا دياب. لا مش ده اللي حصل. لما دخلنا على الواد ده وسقطنا عليه بانت انها حركه عيال هجامين، عايزين العربيه مش عايزينه هو. اه. عشان كده بقى الجنرال قرص عليك شويه. انا مش فارق لي اللي حصل معاه، مش فارق لي خالص. انا فارق لي بس ان انا فهمتها متاخر. يا عم عادي بقى ولا يهمك خلاص. يموت المعلم ولا يتعلم. تحب اروح اعلمك على الواد ده تاني هديه مننا ليه؟ ليه يا عم مني؟ وانا بحكي في ايه؟ هنحكي في المحكي. خلاص روق يا ديبو. انا هقوم عايز اروح الشغل ده يوم ما رحتش. ماشي. سلام. سلام. مبسوط يا ست سماح؟ اديني فضيت لك القهوه عشان اكتب عليك، يعني موت وخراب زياره. كده برضه يا ميمي، بص عليك. يا بنت بارك معاك، اه ده نحله. عينيا كبيره. هيقل لنا بقى الجو. العين دي على عينيا احلى شويه. عم جد كيف؟ عم جد اتفضل يا مولانا، اهلا وسهلا. سلام عليكم. ازيك يا عم جاد؟ اتفضل، نورت. اهلا وسهلا. اهلا يا مولانا. اهلا. كان لازمتها يا اولاد السرعه دي. ما كان ممكن تستنوا لغايه الصبح. نخليها الصبح فعلا احسن. لا يوم اقعد يلا يا مولانا والنبي وخلص. اكتب الكتاب يعني. وانتوا بالمنظر ده كده؟ ايه يا مولانا؟ مالها مناظرنا؟ ما احنا زي الفل قدامك اهو. ما تشوف شغلك يا عم جاد، في ايه؟ انتوا شاربين حاجه يا ولاد؟ لا لا الا الله يا عم جاد، احنا كنا بمشكله ولسه جايين. هتجوزنا ولا نحرف انا والبنت؟ لو الناس معاكوا بطايق؟ ما انت من 16 سنه. في هزر معاك؟ مالك يا عم جاد؟ وبعدين يا ابني؟ هات بطاقتك يا ابو لسان طويل انت، انا عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. مبروك يا موحى. مبروك يا مين؟ عقبالك يا باشا. سامعيني زغروطه؟ خلاص خلاص. ايه يا جيجي مالك؟ كفلة الشر. هيطلعوا عليا وسرقوني. يا لهوي فين؟ بره عند الحواديه. وجرالك حاجه؟ انا كويسه والحمد لله. ادي اخره المرمطه في شغلك وسهرك في نصاص الليالي. فيها ايه يعني لو كنت وافقتي باي حد من اللي بيتقدموا لك بدل التعليقه اللي معلقها لك بسلامته دي؟ بقول لك ايه يا امه، مش كل واحده اتجوزت راجل ستتها. في كتير قوي متجوزين ورجالتهم رامينهم رميه الكلاب وما بيجيلهمش غير لما شوهم يجيلهم. ولا انت نسيتي؟ سيبيني في حالي بقى. في ايه؟ مفيش حاجه يا حبيبي. ممكن اعرف يا سنين انتوا معطلينا لغايه دلوقتي ليه؟ مستنيين ديبو عم جاد. وهي الجوازه دي ما تنفعش من غير ديبو؟ ما تنفعش عم جاد، كفايه سيك اخويا مش موجود، دياب لازم يبقى موجود على الاقل في اول جوازه. اول جوازه في عيالي. انت ناوي تتجوز عليا تاني ولا ايه؟ هو انا حمار بيت اتجوز عليك ايه؟ غير يا يوسف. فين دياب يا عم؟ عم جاي في السكه ما انا كلمته. شربتها نحله. لا يا كبير. والله العظيم ما بعرف ازعلك ولا ازعلك. مبروك يا ميمي. مبروك يا سماح. ازيك يا عم جاي؟ اهلا يا ستيال. لما انت عارف ان في جوازه جاي متاخر ليه؟ ما كانش يعرف يا عم جاد، ما كانش يعرف. اقول لك على سر ولا عايز كان يعرف؟ انت تعرف يا ميمي؟ المصحف معرض اهو. والله العظيم نهايته. اديني بطاقتك. بطاقتي؟ او ماي جاد، دي ضايعه من امبارح. يا ليله سودا ومطينه بطين. شاهد يا واد النحله وهات بطاقتك. انا يا سماح في ايه؟ انا معايا العزيز الغالي باسبوري. خد يا عقلك اهو. بقول لك يا عم جاد،
اختم له عليه يمكن يستبارك وياخد الفيزا. والنبي ربنا يسمع منك يا يوسف يا رب يا اخي. بقول لك يا عم رجال انجز والنبي انجز الجواز العرفي دي. ايه مين عرفي برضه ولا ايه؟ عرفي اهو عرفي في عينك. مين؟ عرفي صحيح. وانت جاي على ايه؟ مش حاجه كنت بنت عمتك. خلاص 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 انت تعيط يا بنت انا بهرج. خلاص يا غياب مش رسمي المره دي. رسمي رسمي. مبروك يا سماح. مبروك على بركه الله على بركه الله. مبروك يا موحى. مبروك يا كبير. مبروك يا كبير. خلاص يا غياب. بعت لي تمن الحاجه امبارح بس ما حصلش. خايف يكون بيغلط. الحاجه دي ايه بالظبط؟ تمثال. تمثال ب 2 مليون يورو. تمثال ده يخصك ولا يخص ناس تانية؟ يخصني شيم. انا لازم اعرف الموضوع بالظبط عشان اعرف انا بتعامل مع مين، لان لو اكتشفت ان الموضوع ده هيزعل ناس يخصوني انت عارف اللي هيحصل. حضرتك ما تقلقش، دي مش اول مره نتعامل فيها مع بعض. اوكي سن اوامر يا شيم. شوف شيمي في واحد مضايقه حبتين، عايزين نعرف هو مين وسكته ايه في ظرف ساعة. تحت امر يا شيطان. اوكي. طب احنا لسه ما اتفقناش على لا 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 لا. خلي الحساب لي بعدين، لأنك لو طلعت مخبي عليا حاجة الحساب هيجمع. اتفضل. على إذنك يا زرار. اتفضل. هاجي أخدك من المطار ونروح مع بعض. اوكي روح. يلا باي. يوسف يوسف تحت امرك. بقول لك ايه، انا كنت طلبت منك جرد بالمعروض واللي في المخزن، هو فين؟ ما هو قدام حضرتك هو في الورق. اه ده؟ طب فين شغل الذهب والخشب والحجر؟ حضرتك فاهمه يعني طبعا ان السوق اليومين دول واقف وما بيتباعش منه غير حته الازاز، والحاجات التانية دي يمكن اتباع منها حتة ولا حتتين بالكتير. بص بقى يا يوسف، من هنا ورايح لما اطلب منك حاجة حتى لو ما تبعدش منها حتة واحدة تحضرها لي وتجيبها لي، ممكن؟ اللي تشوفيه حضرتك. اديني مفتاح المخزن وانا هعمل لك جرد تاني. الو اي امزي. صباح الفل يا سمبيه. يا باشا ارغي. لا يا باشا انا مش هرغي ولا اطول عليك، انا جاي بس عشان الاتفاق اللي بينا. اتفاق ايه ده؟ اتفاق ايه؟ اتفاق مش بتاع العيال. العيال تيجي تسلم الحاجه وتمشي على طول. تعبيط اروح امك؟ اروح امي؟ اروح امك. شويه عيال بلطجيه سارقين سلاح ميري، ايه؟ عايزنا نضرب لهم تعظيم سلام واقول لهم متشكرين قوي انك حرقتوا من الاسم وسرقتوا السلاح اللي فيه. يعني مفيش عيال؟ انسى انسى. يعني بتديني على قفايا وبتصغرني مع الناس؟ لو انت كنت فاكر نفسك كبير ولا ايه يالا؟ على العموم لو وحشينك قوي كده انا ممكن ارميك جوه معاهم. وانت بلاوي كتير. بلاوي كتير فعلا. لو عليك طيب احسن. يبقى تغور من قدامي دلوقتي وما اشوفش وشك هنا تاني. صح كده. اللي يخلي واحده تحط في شنطتها حبوب منها الحبل؟ ما انا تشيل ايه؟ مكنه حلاقه؟ مش عايزه تخلف يا سيدي، سيبها براحتها. متطلقه بقى لها كذا سنه. متطلقه؟ ده موضوع مختلف، ما دام متطلقه يبقى ده موضوع كبير جدا. السلام عليكم يا ولاد. وعليكم السلام يا عم ياسين، اتفضل. ماله ده؟ وشك مزمر ليه؟ الواد هيثم بتاع الاسم بيعمل عليا دكر. ايه اللي حصل؟ حاجز العيال وهيعرضهم على النيابه. يا ابن الكلب، طب والاتفاق؟ هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ده انا هتربقى فوق دماغه. ميمي ما ينفعش فتح الصدر ديت.
لازم نفكر يا جدعان. نفكر في ايه؟ الراجل علم عليه، عايزينه يسكت؟ بس بقولك يا ميمي، احنا برضو مش هينفع نعض مع الحكومه، احنا اللي هنزعل مش هم. بصينا يا جماعه، مصلحه هرجع على طول. روق يا ميمي، كله هيبقى تمام ان شاء الله. وما ينفعش يا جدعان، لو كان جه خد العيال بنفسه كنا قلنا امين ان انا اسلم العيال ويعلم عليا، ده انا احش رقبته فيها. ولما تحش رقبته ويحش رقبتك اخرتها ايه؟ بركة دم هتدفع ومحدش هيعرف يسدها، وشباب زي الورده هتروح وتندفن في التراب. تعالى يا رايق، تعالى يا ابني واهدى. عم ياسين بيتكلم برضه في الصح. اهدى يا مين، وبعدين انت مش لسه كاتب كتابك؟ افرح يا اخي وبلاش بقى تقلبها كحلي. هاتش عين احلى. انا يا عم ياسين. وهات لي واحد بحليب. انا يا. السلام عليكم. يا ادي يا ابني الذين، انت ايه اللي اخرك؟ ازيك يا عمنا؟ حبيبي تعالى. عن اذنك يا عم ياسين. نحلى هات لي الشيشه. هتشرب ايه؟ المشكلة إن أنا جيت له في العيد اللي قام مغفلني ومديني على وشي. كل مشكلة وليها حلها يا رايق. ودي حلها إيه؟ يعني نشوف محامي شاطر يخرج. محامي؟ ده أنا كده لبستها رسمي. أنا ألبس طرح أحسن يا عم ياسين. إهدى يا رايق، المسألة ما تجيش قفش يا ابني. مش عشان نحل ثلاثة نحبس 20. الله. تأخرت ليه؟ على ما لميت الغلة يا كبير. جبت المصلحة؟ أنت تأمرني. عد بقى كده وسمعني طرحتهم وطمني على الأمانة. نحلة. عينيا يا زعيم. هات الأمانة. اعتبره حصل. تمام، مساء الفل يا سيدي. نورت المنطقة كلها. ده نورة غريبة. خير، لما كلمتني في التليفون ما فهمتش. إيه؟ عملية جديدة ولا إيه؟ وأنا بعوز غير عشان شغل. أمسك. خواجة. ماشي. إيه المطلوب المرة دي؟ الراجل ده خدت مثال من واحد حبيبنا وكان عليه الفلوس. ماشي، يتقدم. لا لا، سيبك من حكايه التأديب دي، احنا عايزين حاجه. بتشيلها فين؟ في الفندق اللي هو نازل فيه. خد الورقه دي، فيها كل البيانات، اسم الفندق ورقم الغرفه وساعه التنفيذ، وانت عرفت وشه. عمل له فيش تشبيه خلاص. بس انت عارف حكاية فندق دي صعبة قوي، أمن وداخلية وسياحة، وأنت شايف السياحة عاملين يحاجوا عليها، وأي حد بيخربش جنبها بيظبطوه. بص يا ديبو، أنت عارف إن الجنرال كان غضبان عليك والعملية اللي فاتت، تاني أنت شفت غضبه بنفسك، مش كده ولا إيه؟ المرة دي بقى لازم تثبتوا له إنكوا رجالة ضحايا وحي، ما زوايا إلا تاني. أنت فاهم؟ فاهم. فاهم. جثة يا زعيم. ايه ده يا ريس؟ ده مش كلاشينكوف. كلاشينكوف ايه يا مغفل؟ ده انضف من الكلاشينكوف 100 مرة. ولا انت خدت على شغل ورش النهضة وابو حشيش؟ الحتة دي نظيفة ولو خدشتها هزعلك. ماشي يا عمنا، واللي انت طلبته انا جبتهولك. انا بقى عايز حتة كلاشينكوف، عندي فرح كبير، عايز اعمل فيه الواجب ونقضي المصلحة. فرح؟ ماشي يا فقري. نحلة! عينيا يا زعيم. ادفن الجثه، ولو عم ياسين سال عليا او ميمي قول لهم اطلع مشوار وارجع على طول. انا يا زعيم. تعالى يا عم عشان اجيب لك مصلحتك. تسلم لي يا عمنا. سيب لي الموضوع، انا اروح اتكلم مع هيثم ده واتصرف معاه. عم ياسين، الواد ده مشكلته ما بيكبرش حد. معلش، هي محاوله. الحق بيه، أهل العيال اتحبسوا النهاردة جايين بره وشكلها هتبقى مجزرة النهاردة. طب هات السلاح من جوه. بس يا رايق اهدى، مفيش سلاح هيطلع، أنا هتصرف. هتقولي ايه بعد لكن؟ اللي بعد لكن ما يتقالش يا ليلى. انا اصلا مش من هنا. احنا يا دوب بقالنا سنه هنا. جينا لما مشيل دخل الجامعه. قلنا هو نبقى جنبه وهو يبقى اسمه تغيير. هل حضرتك من فين؟ انا اسكندراني ابا عن جد.
شوفي يا ليلى، الاسكندر الاكبر لما جاي يبني الاسكندريه المهندسين بتوعه قالوا له نبنيها منين لفين، البحر واسع، ملا كفه بدقيق شعير ورماه على الارض، رسم لهم شكل المدينه تبقى ايه. فجاه جا طير وحط على الشعير ياكله، طير ياما، الناس ما عرفتش الطير ده جا منين ولا ليه، انما اللي عرفوه ساعتها كل الناس ان البلد دي هتفضل بلد خير وجود وامان. انا عشت في كل حته فيها وصاحبت كل الناس، الصيادين وغزال الشبك، المشايخ وابو احمدات، البحاره والعساكر، لفيت كل شوارعها وحواريها، من المرسي والعباس لقلقه قايتباي لكرموز للسياله، كل حته انا حفظت وشوش كل الناس الاسكندرانيه وكنت بعرف اقراها كويس. انما لما جيت هنا يا بنتي قلبي انقبض، الناس وشوشها متبدله، مش شبه الاسكندرانيه اللي انا اعرفهم، ضحكه وقفشه ونكته، اتبدلوا بتكشيره وضيقه وخناقات لأتفه الأسباب، الحضن بقى كره، بقى شوك، اللمة فرطت خلاص يا ليلى. هتسأليني تحزين على اللي حصل، إن يعني فقدت مراتي وابني، معلش هما دلوقتي يا بنتي في الملكوت مع المسيح، ذلك أفضل جدا، لكن إحنا اللي عايشين على الأرض أكيد ده مش الأفضل بالنسبة لنا، ده الأسوأ. فطر الأول أما نشوف بقى طعمه إيه ده. الله، ده طعم فراولة. ستروبري يعني يا جد؟ ايه؟ فراولة فراولة. ايوه هي الستروبري دي اللي هتخفف سول ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اوب بسم الله، شاطر يا سولي شاطر. يلا نجهز بقى، عايزك تكلفت نفسك كويس عشان ما فيش اي نقطة هوا تخش لك من اي حتة. ايوه جاهز؟ جاهز. ننطلق؟ يلا بينا. يلا كتير يا سرير على دنيا الحواديد والأحلام. ها قولي بقى يا سيدي، عايزني أحكي لك عن إيه؟ احكي لي عن بابا يا جد. ليه يا حبيبي عايزني أحكي لك عن بابا؟ ما هو بابا لما يجي هيحكي لك اللي هو عايزه. وأنا أشوف بابا تاني يا جد؟ طبعًا يا حبيبي، طبعًا هتشوفه، هتقعد معاه وتتكلم معاه زي ما انت بتتكلم معايا دلوقتي بالظبط. انا حاسه ان احنا مش هشوف بابا تاني زي ما ماما حصل معاها، مش هنرجع نعيش مع بعض تاني سوا. لا يا سوري، لا ما تقولش كده، بابا حبيبي بيحبك ولا يمكن يبعد عنك. لا ماما كمان كانت بتحبني. اه معلش، اصل ماما كان عندها ظروف ما قدرتش، لكن بابا، بابا جمال راجل قوي، عارف مسك الظروف دي وقال لها ايه انت فاكره نفسك ايه، عايز تبعديني عن سوري حبيبي ابني، وراح مديها سيف يد. عارف سيف يد؟ اه كده. ايوه سيف يد كده اللي اتعلمته في النادي ده، وراح مكسرها حتت وقال لها لا انا لا يمكن استغنى عن سوري حبيبي وردي ورنفري.
هو انت مسافر بجد يا بابي؟ اه يا حبيبي، هسافر يومين، عندي شغل وهرجع على طول. مش احنا اتفقنا ان اي سفريه تروحها تاخدني معاك؟ وانا هعمل لك ايه؟ ما انت لكل شويه تعيا. انا خفيت اهو يا بابي. لا ما خفتش، لما تطلع من المستشفى تبقى خفيت، واخدك في الحته اللي انت عايزها بعد كده. بابي ممكن اقول لك على حاجه؟ قول يا حبيبي. انا عايش علشانك، اوعى تسيبني لوحدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا مفرج الكرب فرج الكرب عن عبيدك يا رب النبي، يا رب حياة حبيبك النبي محمد، ما تسيبش جمال ابني في محنته، مديله إيدك يا كريم وخد بإيده، احنا مالناش غيرك نسأله يا رب. اركب يا جمال، مفيش وقت، اركب. علي بلاش علي. ايه اللي بلاش؟ كده بتعرضنا للخطر قبل منهم، اركب. اركب يا جمال. ايوه يا استاذه ليلى، بقول لحضرتك كشف مكالمات جمال الجبال كله. ايوه معايا خلاص. لا لا، محطات تانيه مين؟ محدش عارف يعمل الحركه دي الا العبد لله. المفاجاه بقى اللي فيه مكالمات لرقم السفير بهجت سالم. ايوه السفير بهجت سالم بتاع العراق. انا دورت ورا كل النمر اللي موجوده في الكشف وعرفت المعلومات دي من جوه الشركه. حضرتك هتشوفي بنفسك يا استاذ. بيرو، اي نو انه اللي حصل ده كان فيري هارد، بس خلاص حبيبي، يو هاف تو اوفركم ات. بيك كتير كبير بالسن، وإذا شافك أنت أحسن هذا الشيء حيساعده كتير إنه ينسى. ينسى؟ سوري، ما قصدي إنه ينسى، قصدي بس إنه يحاول يعيش بطريقة أحسن. عارفة مارلين، أبويا حاله أحسن مني بكتير، عاش مع أمي وأخويا زمن وفاكر لهم مواقف وحكايات دارت ما بينهم في البيت ده. أنا اللي سافرت وبقيت، أنا أيامي معاهم مش فاكر منها أي حاجة. أنا أمي كانت بتيجي وتقولي فاكر يا بيلو كذا، وتيجي تقعد تحكي لي وتفكرني. أنا افتقدتهم أكتر واحد. حبيبي أنا فاهمة شو عم بيصير معك وحاسة فيك كتير منيح، بس شو مفكر؟ فكر أنت إذا طليتك قاعد هون هذا الشيء رح يرجع لك أيامك معهم ولا شو؟ أيوه هرجعها، وعرف أجيب حقهم كمان. من مين؟ بس خبرني من مين؟ أنت يا حبيبي عم بتحارب شبح، أصلاً مش عارف هو مين ولا شكله كيف ولا مكانه فين. مارلين انا ما بحبش اسمع الكلام ده، بليز. كلامي ده هو اللي حيرجعك معايا. هذا البلد مش بلدنا. انا من وقت ما وصلت لهون وانا بشوف الظلم افري وير، في الشوارع، في الشحاتين. حبيبي الناس هنا عايشين كانهم مواطنين درجه 10، ليش تنعيش هون؟ وي هاف اور كونتري، بليز خلينا نرجع. انا تعبت كتير، ليش ما عم تقبل؟ لأنك زي ما قلتي بالظبط، أخويا وأمي عاشوا درجة 10 وكانوا مستحملين وساكتين وماتوا بالظلم اللي أنت قلتي شفتيه، يبقى أنا كمان هشارك في ظلمهم وأدي لهم ظهري قبل ما أجيب لهم حقهم؟ من مين؟ بس قل لي من مين تعرف؟ أنا هعرف من مين، أنت مالكيش دعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الآن وقد أمهلناكم يا حكومة مصر العميلة أن تعودوا إلى سبيل الحق، فانتقلتم الى الارض ولا زلتم تبغونها عوجا بالتعامل مع العدو الامريكي والصهيوني. يقول تعالى: فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا هو الانذار الاخير
وبعدها سنريكم بأسنا. طب ازاي؟ ده اتقتل بعد كده؟ ده اللي انا مش فاهمه يا استاذه. ممكن ما يكونش اتقتل بعدها مثلا. ازاي يا ابني؟ دي مصر استلمت جثمانه ومشي في جنازته رئيس الوزراء ووزير الخارجيه نفسهم. انت بتتفهم ازاي دي؟ بسم الله ما شاء الله، ضحكته ترد الروح. يا اختي ربنا يخليه لك يا حبيبتي. تصدقي اول مره اشوف ضحكته. وانت بتقعدي معانا يا منى بنتي، بس تعرفي كله ابوه علي بيه. يا سلام. اه والله ربنا يحفظه ويصونه. مساء الخير. مساء النور. الحمد لله على السلامة يا علي بيه. بقول لحضرتك رامي اهو زي القمر، بص وشه يجنن، ضحكته من هنا ومن هنا، كله حضرتك. بابا فين يا منى؟ في المكتب، كلمه على الموبايل. ما بيردش. بقول لحضرتك ايه؟ احضر لك العشاء؟ بسرعة. من عينيا، ده انت تؤمر. يلا يا رول، يلا يا رول، يلا بينا حبيبي. رحت تحقيقين يابا؟ رحت. وايه الاخبار؟ العادي، كم سؤال ملهمش لازمه. علاقتك ايه بالمتهم؟ سلوكه، معارفه، مشاكله. رئيس النيابه بيتسلى. زي ما كنت متوقع. الموضوع ما يهمكش. جمال يضيع ما يضيعش مش مهم. جمال مش هيضيع. امال بتسمي اللي انت بتقوله ده ايه يا علي؟ صاحبك وزميلك طول عمرك، سبتوا الشرطه مع بعض وتشاركتوا في مشروع مع بعض وتعرف عنه اكتر ما اي حد يعرف عنه، يبقى ايه يا علي؟ يبقى ظروف شغل يا منى اللي انت مش عايزه تفهميها. شغلك؟ تعرف يا علي انا عمري ما سالتك عن شغلك، مش بس عشان مش مهتمين نعرف، لكن كمان عشان عارفه ومتاكده ان انت هتكذب عليا، وانا بقى يضايقني قوي ان واحد زيك يكذب عليا. مش محتاج تكذب يا منى، عارفه ليه؟ مش علشان مستني انول الشرف العظيم بالكذب عليك، لا، بس علشان عارف ومتاكد ان اللي عايزه تعرفيه هتعرفيه. برافو عليك، بس انا المره دي بقى عايزه اعرفه منك انت. جمال ايه علاقته بالحادثه يعني؟ عايزه تعرفي جمال علاقته ايه؟ قوي قوي. اقول لك، بس قبلها قولي لي انت ليه مهتميه بحكايه جمال وكل شويه اسئله واستفسار؟ اللي بينك وبين جمال يخليك خايف عليه للدرجه دي؟ ها انت بتغير بقى ولا ايه؟ هيكون ايه اللي بيني وبين جمال؟ بحبه؟ بيحبني؟ في ما بيننا علاقة مثلا وخايفينك تعرف؟ كنت بتتصلي بجمال ليه يا منى؟ أنت بتتجسس عليا يا علي؟ شفت نمرتك موجودة كل يوم مرة واتنين في سجل مكالماته. طب وفيها إيه؟ أنا اللي بسألك. وأنت اتجننت عشان أجاوبك؟ جمال ده أنضف وأرجل واحد عرفته عن طريقك. يا ريتك يا اخي تبقى زيي. قولي لي اللي بينكوا، ها؟ لما تشوفه ابقى اساله. وابقى اشوف كمان هترد تقول ايه لبابي على التخاريف اللي انت بتقولها دي. مساء الخير اعزائي المشاهدين. ولا زالت حاله التخبط والتضليل الاعلامي المقصود هما المسيطران على الشارع المصري. دماء قبطيه ومسلمه. خلينا نقول دماء مصريين أريقت، وإلى الآن أخبار وتصاريح متضاربة واللغز يزداد تعقيداً ومحدش عارف الحقيقة فين. لكن ده مش معناه إننا هنقف مكتوفي الأيدي وننتظر تغطية الأحداث بأحداث أخرى، أو بالبلدي كده الطرمخة على اللي بيحصل، وإننا شعب طيب ودوامة الحياة واخداه. مش هنعمل كده، مش هنستنى إنهم يفرجوا عن الحقيقة أو الجزء اللي هم شايفينه مناسب من ظهوره من الحقيقة. إحنا بنتحرك وبنوصل لمعلومات. هدفنا الوحيد هو تقديمها لحضراتكم علشان نقول ان البلد دي لسه فيها شرف وناس امينه تستحق العيش بكرامه وتستحق معرفه الحقيقه مهما حاولوا يخبوها عننا. لكل هؤلاء تقرير حصري غايه الدقه والخطوره،
ومعلومات الصور بتنشر لأول مرة عن المتهم الأول في حادث تفجير الكنيسة، المتهم جمال الجبالي. حاضر وأنا تعمل. خلاص يا اسماء، جمال بقى متهم رسمي. حضرتك ده كلام تلفزيونات، هم وراهم غير كده. والنبي يا استاذ رجائي، حلفتك بالنبي ما تتفرج على الحاجات اللي بتوجع لك قلبك دي. هي الحاجات دي بس اللي بتوجع القلب يا اسماء؟ كل حاجه حواليا بس بتوجع قلبي دلوقتي. جمال وغيبته عني، لا انا عارف هو عامل ايه ولا بيعملوه ازاي هناك، انا عارف اذا كان هيرجع ولا مش هيرجع. كلام الناس واللي بيقولوه عنه سليم، وخوفي لحد يساله عن ابوه. عمري ما تمنيت الموت زي الايام. نفسي ربنا يريحني من وجع القلب اللي انا فيه ده. ما تعملش في نفسك كده، ربنا يديك الصح. ارجع اقول لنفسي لو مت دلوقتي مين اللي هياخد باله من سليم وربيه ورعيه؟ ده هفتكر ان انا اتخليت عنه، ده محلفني قال لي اوعى تسيبني يا جدو لحد بابا ما يرجع. النبي يا رب، النبي يا رب تحلها بمعرفتك. لا معرفتك يا رب انا خلاص والله بقيت مش قادر. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ضابط الشاب جمال رجاء الجبالي من مواليد القاهرة 1973، تخرج من كلية الشرطة ليتنقل بين عدة مواقع من الأمن المركزي لقطاع السجون للأمن العام، وانتهاء بمباحث أمن الدولة. مطلق ولديه طفل واحد. طليقته السيدة فريال نصير زوجة رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشعب السيد سعد الكوني. تشير التحقيقات السرية إلى إحالة الجبالي إلى التقاعد بسبب سوء معاملته وقسوته المفرطة التي طالما لجأ إليها في تعامله مع من يحقق معه. يبدأ بعدها مشروعاً خاصاً مع زميل سابق بالشرطة الرائد علي الميري، عبارة عن شركة للخدمات السياحية مكنته من توسيع علاقاته، وهو ما تقوم أجهزة البحث بتتبعه للوصول إلى المحرض الفعلي لحادث تفجير عمرو حسن الشارع المصري. شكراً لزميلنا عمرو حسن. وزي ما حضراتكم تابعتوا التقرير وعرفتوا المعلومات اللي فيه، احنا امام حاله خاصه جدا بتحوي العديد والعديد من الاسرار والاسئله اللي لازم نوصل لاجابتها بكل حذر وكل دقه، لانها في الواقع اجابات بتحمل من الدهشه ما يفوق الاسئله. اوعى تنسى ان كومي بيه داخل العمليه دي عشان يستخبى في جلبيتك، يعني كلمه كده ولا كده هيمسكك. صح، ايه رأي سعادتك يا باشا؟ يعني الصوت والصورة مش واضحين ولا ايه؟ ايه اللي عرفك ان اللي موجود على السي دي ده يهمني انا؟ يا باشا اي حد في الشارع بيقرا الجورنال الصبح عارف اللي بينك وبين سعد الكومي، وان كل واحد فيكم مستني للتاني على غلطة. فانا لما الاقي نوح السباعي اللي هو شخصية عامة ومسجون عندي جاي له المحامي بتاع سعد الكومي كده في زيارة مريبة والمأمور مش على بعضه، يبقى الحكاية فيها حاجة شمال. بعدين السي دي دي كان بقالها فترة كده عندي لدرجة كنت بفكر امسح الفيديوهات دي خالص، وبعد كده قلت خساره خليها، حاجه زي كده ممكن تنفعنا كلنا. قول لي بقى حضرتك الضابط، ايش ضمني ان السديهه دي مش مضروبه وانها لعبه من العاب الكومي عشان لما انشرها يرفع عليا قضيه تشهير؟ معاك حق والله، انا برضو ممكن اخرج من عندك اطلع بيها على مكتب الكومي واقول له الحق قفشتها مع صول ولا واد مسجون عندي شغال لحساب وهب ابي خليف، وساعتها بقى مش هيشك فيها خالص، ده انا بلم الدنيا من وراه، وبعدين هيخلص معاها على طول من غير سين ولا جيم. ما هي برضه مش ضمانه. براحتك يا باشا. طب اديني 24 ساعه عشان اتاكد من اللي انا شفته ده بنفسي. 24 ساعه والفيديوهات دي هتكون في خزنه الكومي. سلام يا باشا. برالكوا ايه؟ في ايه مالكم؟ يا ده في ايه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزع لي عربيه انابيب مش كام انبوبه وخلاص، هو في كده يا راجل؟ بتهدى يا عم ديان، الناس يا اخي مشتاقه لريحه البوتاجاز. لما جنرال يعرف اللي احنا عملناه
الناس دي هتنفعنا بحاجة؟ هو يعرف منين وكان عددهم؟ بعدين احنا عملنا اللي قلنا عليه، غير كده ملوش فيه. امين افهم يا جدع انت. لما ندوس على شغلانة تبعه يبقى احنا كده بنعمل مصلحة من وراه. هو لو عارف مش هيسيبنا في حالنا، صح ولا غلط؟ يا عم الحكاية لا صح ولا غلط. مفيش حد هنا ممكن يقول له الكلام ده، احنا بس اللي بنشوفه، ومش احنا كمان، انت لوحدك اللي بتقابله. يا يوسف محدش ضامن أي حاجة. ممكن تبقى الليلة دي كلها تستاهل، بيمتحننا يا أخي. بقول لك يا دياب، اللي حصل ده احنا اللي لينا مصلحة فيه ولا الشغالة يا راجل. الناس تعبانة وكفرانة. كل يوم من صباحات ربنا واقفة في الطابور وشايلة الأنبوبة في دماغها، وفي الآخر بيرجعوا إيد ورا وإيد قدام. أوعى تفتكر إن الجنرال ده بيعمل كده عشان خاطر الناس، ولا بياخد الأنابيب ويوزعها في حتة تانية. لا يا صاحبي، ده بيعمل كده عشان عطش السوق. بيعمل كده عشان يكسب الناس ويدوس على دماغهم. وبعدين اسأل أي حد في الحارة اشترى مننا. إحنا بعناها بحقتها 8 جنيه ولا مليم زيادة، يعني لا سبوبة ولا مصلحة. أمي طلع لها أنبوبة؟ حصل. ولسه في شوية أنابيب جوه الحباية. ماشي. يا عم يوسف، الناس اتبسطت وبيدعوا لنا. تمام. ياكش يولع الجنرال، لابو الجنرال كمان. خليها على الله. كان لازم تكلمنا في ساعتها على طول. يا عم بقول لك خدوه على إخوانك. ايه يا عم يوسف؟ مين سعيد ده؟ يا جدعان، يا جدعان واحد ما تعرفهوش، فيه ايه؟ وعشان ما نعرفهوش هنسيبه يعني؟ يا عم قول لنا هو مين واطلع انت بره الحوار كله. ممكن انتوا مالكوش دعوه بالحوار ده؟ ده حوار يخصني وانا هخلصه. ايه يوسف، في حاجه اسمها تخصني وتخصك؟ ايه يوسف، الواد ده لو بات سليم في بيته النهارده يبقى نلبس تروح احسن. طيب انا بقول لك من فضلك مالكوش دعوه بالحوار ده عشان انا هصطاده وهيبقى ليه رؤى. ايه رؤى ايه وزفت ايه؟ ايه في ايه؟ من امتى اي حد فينا بيتصرف من دماغه؟ يا عم قول لنا هو مين؟ قول لنا هو مين ما تعرفناش. يا جدعان خلاص بقى ما تعرفونيش انتوا، انا مش عايز اتكلم في الحوار ده دلوقتي، انتوا في ايه؟ ومفتح مين؟ ومفتح انت يا عم. يا عم افتح يا عم. اهلا يوسف. خليك زي ما انت، خليك زي ما انت مستريح. لا مؤاخذه يا باشا. ازيك يا يوسف؟ ازيك يا باشا، خطوه عزيزه، اتفضل يا باشا. اشكرك. شيمي بيه صاحب البازار. اهلا وسهلا شيمي بيه. اهلا وسهلا. شاي يا حاجه؟ لا شاي ايه، احنا هنعمل غدا بقى. لا ملوش لزوم. لا ازاي ملوش لزوم يا باشا، انت اول مره تجي لنا يعني، ازاي ما تاكلش؟ الغدا يا حاجه والنبي. لا انت عارف ان لازم اروح المحل. احكي لي بقى ايه اللي حصل. ابدا يا باشا، سعيد شم خبر بالاتفاق بتاعنا فحب يعلم عليا. كلب قذر. لما هو ده شيمي بيه، الواد اللي اسمه سعيد ده يطلع مين؟ ده واحد بيني وبينه خلافات وحب يدخل ده يوسف بينا، بس يوسف طلع اصيل وبلغني ودي كانت النتيجه. طب حلو الكلام، يعني احنا دلوقتي لينا حق عنده ولا انا بتكلم في الغلط؟ يا عم ميمي ما تهدى بقى. اقول لك ايه عشان تهدى؟ مالكش دعوه بالموضوع ده يا اخي، ديبه خده وامشوا يا اخي، خده وامشوا. يا عم اهدى يا عم. يلا يا ميمي انا بس نروح مشوار. يلا بينا بس. يلا بينا يلا بينا. ماشي يا يوسف. يلا. مين الناس دول؟ دول اخواتي يا باشا، ميمي وديبو. خلينا في المهم دلوقتي، الحوار اللي دار بيني وبينك يا باشا واتفقنا عليه قلته لحد؟ لا. محبوس هنا ولا ايه؟ وبعدين بقى بعد اذنك يا مهندس، كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. تعالي اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي. خير؟ محتاجه فلوس؟ خيرك سابق. لا انا بس يعني كنت عايزه افضفض لك شويه. قول. ديب. ماله ديبو؟ ما بقتش فهمان، بقيت حاسه اني لا طايله ارض ولا طايله سما معايا، وكل شويه يقول لي اصبري يا بت بكره هتتعدل وهتجوزك. كل البنات اللي في سني ولا اصغر مني اتجوزوا الا انا، وبقى معاهم عيال. حاسه ان كل الناس بتتحرك من حواليا وانا واقفه محلك سر. خلاص طب ما تتكلمي معاه. غلبت كلام معاه واخرتها بقى عايز يسافر ويسيبني. بصي يا جيجي، انت عايزه ايه؟ انا عايزاه طب ده هو سندي وظهري. خلاص يبقى تستني لحد امتى بس يا مقدس؟ دي ام صامبو جايبه لي عريس، فاكراني بايره، بقيت بصعب على الناس كلها، وهو ولا حاسس بيا. شوفي اللي عملته ام صامبو ده اصلها من خير، يعني الكلام ده ما فيهوش عيب. العيب بقى انك انت تفضلي محلك سر وما تشوفيش حالك. شوف حالي ازاي يعني؟ اعمل ايه؟
ايوه يا بنتي الدنيا ما بتوقفش على اي حد. معايا انا بقى هتقف عند الديب. لا ما انت كده بقى بتقفليها من ناحيتين. ولو عايزه نصيحه عم فؤاد انت لازم تفتحي واحده من ناحيتين عشان الامور تسلك. يا تستني هو اول ما يبقى جاهز هيجيلك. يا بقى تشوفي حالك وتطلعي من دماغك خالص يعني. مبروك يا بيبي دخلت القفص يا معلم. الله مالك يا سيف؟ لا يا عم ديبو الاول. بقول لك يا يوسف مع بعض. يا عم اي حد بس نخلص منكم. يلا بقى بنات في امتحانكم علشان نفرح بيكم. او النبي يا ياسين. يا حبيبنا. بيقول البنات يا زوزه. ايه يا مرة انت قطعت رساله ولا ايه؟ يا عمتي وايه يا عمتي؟ ايه؟ احنا ما كناش نعمل حاجه يا جيل اللي صممت نعمل القعده دي. ربنا يكرمك يا جيزي يا حبيبتي ونفرح بعدلك قريب قوي انت وشهد وشيماء. او النبي دعي لها يا ديحه. ربنا يخليكي يا خالتي. تعيشي يا خالتي. هو احنا هنفضل قاعدين كده؟ احنا لازم نهيص للبيت ام روحه. الله. ازاي جيجي واحنا متفقين على ايه؟ الله ده فرح يا رايق. دي ليله اختي. ما تهدى يا بنت في ايه؟ ما تسمعي الكلام. الله ده ليله دخله مش ميت. ما تشغل حاجه يا رايق. سيب البنات تفرح يا ديب. ينفع عم ياسين؟ ينفع ولا ايه؟ ازاي يا عم ياسين؟ شغل يا عم شغل. ماشي يا عيني. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا كمان. الله يا سوسة. في ايه؟ في عيال نطت على فيلا الشيمي. يا بلدي خد خلي ده معاك. تفهم في الخيل؟ والله يا باشا يعني انا بفهم على قدي. بص كده على الحصان ده وقولي رايك فيه. الحصان حلو يا باشا وبيتنطط. بيتنطط. ده اخر يوم ليه في التنطيط. ليه كده بس يا باشا؟ خذلني. اشتريته واهتميت بيه كان مالك في سباقات. بس في اخر سباق خسرني وخسر ناس كتير تبعي. عشان كده قررت اموته. انت ايه رايك؟ والله يا باشا انا رايي يعني انك تديله فرصه. خصوصا يعني زي ما سعادتك بتقول انه كسبك سباقات قبل كده. يعني شايف كده؟ والله يا باشا الموضوع يرجع لك ده رايي مش اكتر. حصان زي ده يا باشا اكيد تمنه يعني مش شيء الفلاني. انا اللي خسرني ملوش تمن. قول لي انت تعرف الشيمي منين؟ الشيمي؟ الشيمي ده يا باشا في واحد صاحبي شغال عنده في البازار. صاحبك؟ اه يوسف. اه عشان كده رحت تدافع عنه. ها مش دفاع يا باشا هي مجامله مش اكتر. مجامله؟
بقى انا بعت ناس عشان يخلصوا لي شغل وانت تروح تضربهم عشان تخسرني؟ ما تبع سعادتك والله العظيم ما اعرف، هو انا مجنون يعني اعمل حاجه زي كده؟ او اللي حصل يا ديب يا باشا انا اسف، انا ما اعرفش، انا ما كنتش خدت خطوه واحده لو اعرف حاجه زي كده. انا كنت فاكرهم شويه عيال بلطجيه رايحين يعملوا نمر على الراجل. هو انا مجنون يعني ابوظ شغل سعادتك؟ مجنون؟ مصدقك، بس على فكره لا عايزك تبعد عن الشيمي ده خالص خالص، انا مش هسمع لحد بعد كده يخسرني. يا باشا انسى موضوع الشيمي ده خالص، احنا ما جبناش سيرته، انساها يا باشا. سام شو هديبه؟ الحصان ده خسرني وانا خلاص، اللي خسرني ملوش لازمه، موته. ها يا عم استريحت، نفذت اللي في دماغك، حرقت قلب طليقتك وابوها، والواد بقى معاك. لا مش بس بقى معايا، ده ولا هيشوف شعره منه تاني بعد كده. يعني ايه؟ رامي بقى بره مصر خلاص. يا ابني ايه؟ وسفرته ازاي؟ ايه اللي سفرته ازاي؟ انت ناس انه بابني وانا بابوه ولا ايه؟ يا ابني ايه؟ تصدق بالله انا من كتر الغل اللي جواك ناحيه طليقتك وابوها، أنا بقيت متصور إنك ممكن تعمل أي حاجة في الولد عشان تحرق قلبهم. لا يا حبيبي، مش أنا اللي أعمل الحركات دي، ده أنت وبلدياتكم، عيب. سفرته عند مين؟ عند زياد. زياد الخواجة؟ يا ابن الإيه؟ حتة فكرة ما تجيش على دماغي إلا أبلسك. يبقى وروني بقى يعملوا إيه يا معلم. المهم أنا دلوقتي هكلم الشيمي إمتى؟ سيبه ساعتين تلاتة كده لما يستوي هو والمحروسة بنته، واطمن كمان ان رامي وصل بالسلامة بره. ماشي، بس لازم ترسيني هعمل ايه؟ ايه؟ الله، ما انا دلوقتي الشيمي اول ما ينسحب من الانتخابات الواد لازم يرجع لامه وسعيد. لما الشيمي يبقى ينسحب من الانتخابات يبقى احنا حلال. سعيد؟ انا اللي متصدر في وش المدفع. طيب، بص يا معلم، خلاصة الفيلم ده كله رامي يبقى ابني ورجعني. وانا سايبك بتلعب مع الشيمي عشان تخلص مصلحتك من وراه، لما بقى نخلص الحاجات دي والشيمي يقول لك فين الواد وبصدرني انا ليه ومالكش دعوه انت. اتفقنا؟ ماشي. ايه يا يوسف، مالك في ايه؟ عارفين مين خطف ابن غاليه؟ مين؟ دهشوري. دهشوري؟ مش الدهشوري ده اللي خلى الجنرال يبعت شويه عيال للشيمي؟ هو؟ اه. طب وايه المطلوب دلوقتي؟ نرجع الواد. حلو، مش فيها سبوبة؟ سبوبة حلوة. سبوبة ايه؟ بقولك الدهشوري والشيمي. وايه المشكلة يعني؟ المشكلة ان الجنرال قال لنا مالناش دعوة بالشيمي ده خالص، ما نخشش في أي حوارات معاه. عايز تقول ايه يا ديبو؟ عايز أقول إن الحيتان في بعضهم احنا مالناش فيه، لو غلطنا أي غلطة الجنرال مش هيسمع علينا، وأنا قلت لكم كده قبل كده، بلاش بقى نتكلم. إيه؟ وأنا ما ينفعش أتخلى عن الشيمي دلوقتي. الشيمي؟ هو الشيمي ده هياخد طلقة بدالك؟ يا جدع في إيه ما تأفرهاش؟ أمامي مش هينفع أي غلطة مع الجنرال، مش هينفع. ومين قال لك إن الجنرال ليه علاقة بالموضوع؟ الدهشوري مش هيعمل أي حاجة غير لما الجنرال يقول له. طب أنت شايف إيه يا يوسف؟ إيه؟ ما أنت شايف؟ صاحبي بيبيعني وأنا محتاج له. محتاج لي؟ أقول لك يا صاحبي، تحتاج لي لو أنت واقع في مشكلة، ماشي؟ غير كده أنا ماليش فيه. إنما بقى الهانم بنته، ها؟ اللي أنت عايز تقرب لها بأي شكل، جاملها زي ما أنت عايز. بس مش على قفا ناس تانية. ما تتكلم عادل يا ديب. هو ده اللي عندي، عاجبك ولا مش عاجبك؟ يا عمي مش عاجبني. يلا يا يوسف تعالى. انت مش شايف بقول ايه؟ اهدى يا يوسف، متهدى يا دياب. ميمي انا مش دعوه بالحوار ده خالص، عايز تعمل بطل قومه يا يوسف براحتك، انما انا ما حدش هياكلني الام غصب عني، فاهمني؟ السلام عليكم. شوف المصلحه. يا جدع فين؟ ده انا بقول عليك العاقل الوحيد اللي فينا.
من امتى بتتخلى عن بعض نقول ملناش فيه؟ امامي انت لو تعرف الزفت الجنرال ده زي ما انا عارفه مش هتقول الكلام ده. بعدين تعالى هنا، انت ناسي الراجل ده ماسك علينا ايه؟ وايه اللي تحت ايده يخصنا؟ واحنا ما بنضربش الودع ولا بنشم على ظهر ايدينا عشان نعرف نصاحب الشغلانه. ايه يا ميمي؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يا عم الحاج، يا عم الحاج سبوبه جات لنا من واحد بيستنجد بينا، ايه دخل الجنرال؟ بعدين قدر يا سيدي ما رحناش. تفتكر الشيما يقعد يتفرج ويحط ايده على خده؟ دياب احنا مش بتوع حد. واديك لسه قايله بعضك لسانك. محدش بياكلنا لقمه غصب عننا. انا فاهم، فاهم كويس. بس برضه لازم نفكر. لازم نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا، والحكايه دي كلها هيطلع لنا من وراها ايه؟ يا اخي كل شهر مش بعيد كمان نموت فيها. بس ده صاحبنا، نسيب صاحبنا نروح لوحده ولا نروح معاه زي ما تيجي تيجي؟ نروح معاه مين؟ نروح معاه. هو ده دياب. وما دام ما تعرفش مكان الواد فين، جاي تقابلني ليه؟ شوف يا يوسف، انا دراع الدهشور اليمين صحيح، بس في الحاجات اللي زي دي لا. بدوي ده عيل صغير ملوش ذنب. وانا لو اعرف حاجه كنت قلت لك. هات اللي عندك. انا عرفت ان انتوا اللي خلصتوا الشيمي ليله ما بعتت له العيال، واللي متاكد منه برضه ان الشيمي هيطلب مساعدتكم تاني، صح؟ هات من الاخر. الاخر بتاعي هو الدهشوري، مش هتعرفوا تعملوا حاجه غير لو بقت رقبته في ايديكم. وده يحصل ازاي؟ والله طول ما الدهشوري حواليه رجالته سواء في المكتب ولا في الفيلا، انسى حراسه وكاميرات مراقبه في كل ركن. طب وانا اجيب رقبته منين؟ اقول لك، بس ده هيكلفك. مش هنختلف. انزل انزل. اخلص. انتوا مين؟ انتوا مين وعايزين مني ايه؟ احنا عاملك الاسود. انتوا تبع الشيمي. الشيمي هو اللي بعتكوا صح؟ طب ما انت حلو، هو دماغك حاضره. لا لا لا، ايه يا اخويا، خد قطع الدين الاول واللي في ايدك للاخر. صح، لا عندك حق. والله العظيم انا ما عملت حاجه، سعيد هو اللي عمل كل حاجه، والختمه الشريفه سعيد هو السبب. سعيد مين؟ سعيد هو اللي قال لي ساعدني علشان نخطف الولد، اهو منه نضغط على الشيمي عشان ينسحب من الانتخابات وهو ياخد الولد ويحرق قلب امه عليه. فتضربوا عصفورين بحجر واحد. طب الواد فين؟ الواد سعيد سفره بره مصر. بره مصر؟ على فكره احنا بنسفر برضه، بس بنسفر تحت الارض. ابوس ايديك واستنى، انا عارف سعيد سفر الولد فين. سعيد سفره عند واحد صاحبه كان بيشتغل معاه في تهريب الاثار من زمان. طب مش عيب بقى تبقى راجل كبير وكمان كداب؟ مش ممكن كل كلامك فاكس وانت كده شكلك على بعضك فاكس. طب انا حاسبت لكم. طلعوا التليفون من جيبي وانا حاسبت لكم. هنا اهو اسمه زياد. زياد ابو الليل. خلاص ما تلوكش ده. ايوه هي دي نمرة، تتصل بيه. ايه بره مصر؟ طب ازاي يعرف يخرجه بره مصر؟ يا ست الكل، ما هو ده برضه ابوه ويقدر يخرجه عادي. كلب. المهم دلوقتي نرجع الواد ازاي؟ الدهشوري اعترف على المكان اللي سعيد مخبي فيه الواد بره. خلاص نسافر ونديهم اللي هو عايزينه. لا مؤاخذة شيلي بيه، انت في حاجة مش واخد بالك منها. الناس دي شغالة شمال، يعني هتديهم الفلوس وبرضه مش هيرجعوا الواد، لأنهم شغالين لحساب سعيد وفي مصالح بينهم دايرة. احنا هنطلع ونخلص. خلص ده يا ابني، دي فيها خطورة كبيرة قوي عليكم. فيها مخاطرة، بس هنسافر واحنا قدها وقدود. وهنرجع بالواد. خلاص انا هاجي معاكم. هتسافري فين يا مدام غاليه؟ ما ينفعش. يا يوسف ما تفهمها يا مدام غاليه، ما لسه بقول لك الناس دي مش سهله. ايوه بس انا مش هقدر اتفرج عليكم هنا لوحدي، مش هقدر كده. يعني بس يا غاليه هاتي، انا تحت امركم في اي حاجه تطلبوها، بس الولد يرجع. لا هيرجع ان شاء الله، هيرجع ما تقلقش من اي حاجه. غاليه انت ما ينفعش تيجي معانا، واحنا لوحدنا هنبقى خفيف خفيف، لكن لو انت معانا هنتقل. ايوه بس ده ابني يا يوسف. ابنك هيرجع صاغ سليم، ما فيهوش خدش واحد ان شاء الله. يا يوسف مفيش. يوسف بقى اسمعي الكلام يا غالي، اسمعي الكلام بقى. كل البوليكة دي عشان مجلس الشعب تخطف عيل من اهله وقبليها تجيب عيال عشان تعلم على الراجل، علشان ايه يعني؟ هتستفيدوا ايه يعني من كل ده؟ ابا مش بكلمك، ما ترد. انت عاوز تعرف ليه؟ هتستفيد ايه لما تعرف؟ عاوز افهم يا اخي. ده كان ممكن يحصل زمان ماشي، انما بعد الثوره واللي زيكم اتهرشوا
يبقى بتحرجمه على كرسي المجلس ليه؟ ها؟ ما هو انت لو من عينتي انا كنت قلت لك. انت بتنفض لي يعني. ماشي. وانا كنت هخلي الجماعه يسيبوك وتفادي نفسك بقرشين. بس يلا خلاص مفيش نصيب. خليك كده تحش زي الخروف لغايه ما يذبحوك في العيد. ولا اقول لك كفايه عليك كده عشان مفيش حمام تخشه. طب استنى استنى انا هسيبك عاوز تتكلم والله العظيم وخلاص. بطل صداع. استنى طيب بس. استنى طب هقول لك. بص انا مستعده اديك قرشين لوحدك وتخلع انت وتعيش حياتك. كفي نفسك يا حبيبي. يلا خد بلانا والشفا. ولا نحلة. انا يا برنس. هات لي واحد شاي بحليب. حليب قليل. اوان بقى. ماشي. اعمل لسه بدري على ميعاد الطياره. معلش بقى سيكا. شوف لك حته ثانيه ابات فيها. ولا يهمك يا برو انا خلاص ظبطت مكان. المهم ترجعونا بالسلامه وبسرعه عشان اللي متنيل جوه ده. ربنا ييسر الحال. ودي نسيب دول فوق. ده ايه ده؟ شويه مكرونه على كبده على بطاطس عشان لو جعتوا في السكه. في ايه؟ هو انا رايح الصحراء؟ رايح حته فيها اكل برضه. مش هيخلص يا لومي يوسف انا هدي له. خد ياه. خد خد بيه. انا يا سيكا بس انجز عشان انا جعان. اخ خلي بالك من نفسك يا يوسف. خلاص بقى هو يبقى جوه وبره. ماشي يا حبيبي. سلام عليكم. بقول لك ايه؟ لو نادين جات لك ابقي عامليها كويس. انا خلاص انا قلت اتجوزها. بجد يا يوسف؟ بجد والنبي؟ ألف نهار أبيض، ألف ألف مبروك. يا أم يوسف مبسوط على إيه؟ بيقول لك هيتجوز. يا حبيب قلبي تروح وترجع لي بألف سلامة، ربنا يتمم لك بخير يا رب يا يوسف يا ابن بطني. خلي بالك من نفسك. حاضر. يا جدعان مطيلة. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان. انبسط. حاضر. واتدفى. إيه بقى سيبيها في حالها بقى إيه؟ يلا سلام. ايه يا جيجي عامله ايه؟ مين البت دي؟ مين البت دي؟ دي البنت اللي انا كلمتك عليها اللي هي هتصفرنا. ما تكدبش بقى خلاص انا ما بقتش حمل كده. انا برضو هكدب عليكي. جيجي انت خلاص بقيت بتعرف بنات معديه بيجوا لك تحت البيت بعربياتهم. دي البت اللي كانت جايبه لك البرفانيه دي بو مش كده؟ انا عارفه من اول يوم معاملتك اتغيرت معايا ان في بت ورا الحكايه دي هي اللي شقلبت حالك. جيجي اسمعيني لو سمحتي. والنبي سيبني اقول. سيبني اقول بدل ما طاق من جنابي. سفر وهتسافر من غير حتى ما تعبر الكلبه اللي مستنياك ولا فارق معاك طاق انا من جنابي ولا حتى اتحرق بجزوسخ. انت مش مسافر يا ديبو عشان خاطر الفلوس. انت ممكن تعمل قرش هنا كويس قوي. انت مسافر عشان انت عايز كده ورميني ومصاحب البت دي عشان انت برضو عايز كده. انت خلاص كل اللي بتعوزه بقيت بتعمله. مفيش حد فارق معاك. جيجي ايه بقى حرام عليك؟ سافر يا دياب سافر وخد مزاجك على الاخر وانا مستنياك. بس هي كلمه واحده انت لو ما رجعتش وبعتني انا وايمانات المسلمين عندي ما هفكر في حد بعد. تيجي بالسلامه يا اخويا. يلا يا شهد بطلي تلعبي في باسبور اخوكي وهاتيه معاكي احسن ينساه. حاضر حاضر. ايه ده؟ سلوفينيا؟ 3 people please. Can you give me your passport? You're Egyptians? Yes. Your friend already made a reservation for you. Here is room 16. Our friend made reservation? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. ماشي يا قط هستنى لويك من 6 ل 7 بس لو ما اتصلتيش حجزك هيروح. واخد اللي بعديك. هو ده النظام. ماشي يا قط. سلام. ده يقعد يا سيكا يا ولد. انت ما بتعبرنيش الا بنده عليك يا ولد. وبعدين ايه حكايه القطه اللي عماله تنونولك في التليفونات دي يا ولد؟ قطه عمتي. بس قطه على ايه؟ صاروخ. يلا يلا على الصواريخ يا ولد. ايه يا عمتي؟ انت ايه اللي جابك هنا صحيح؟ ايه اللي نزلك؟ والله ما انا فاكره يا ابني. ايوه افتكرت دلوقتي لما شفت وشك كنت عاوزه باكيت سكر اعمل لك سد الحنك. الا قول لي يا سيكا
الراجل الطيب ابن الحلال الامير المحترم للامراء ده اللي كان جوه ده يبقى مين؟ اللي كان جوه فين؟ في المخزن يا واد. المخزن؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، وديتيه فين يا عماتي؟ سبته فكيته وجري علشان خاطر يلحق الحرامي ابن الحرام. وديتيه يا نهار اسود. ايه يا معلم ده؟ هو باولو ده يطلع نمره ولا ايه؟ هو مسيستم كل حاجه قبل ما نيجي؟ هنبتدي بقى من اولها. انا ما كنتش هجيبك معانا، بس انا عارف انت نفسك تركب طياره. نفسي اركب طياره؟ لا، نفسي اركب الهوا. يا عم الحلو انت، هو احنا هنقعد نهزر؟ ما باولو ده ممكن يطلع اوسخ من زياد. ازاي يعني؟ بقول لك تبع اخويا، اخويا هيلبسنا في الحيطه. طب ما الدهشوري ما كانش المفروض يلبسنا في حيطه ولبسنا مع زياد. ايه مالك؟ ما تقدر. ايه ده؟ ايه ده انت عامل حاجة؟ انت مين؟ باولو. باولو انا سيكا كلمني عنكم وقال لي على السلاح اللي انتم محتاجينه. مالك يا عم في ايه؟ انت بتعاملنا بقرف يعني ليه؟ في ايه؟ وبعدين ايه موضوع باولو وطلياني وبتاع؟ ايه الجو ده؟ في ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، بس انا ابويا مصري وامي طليانيه. وبعدين انا عشت في مصر اكتر ما عشت في ايطاليا. ماشي احنا بنفهم بس. عشت الاسامي يا عم باولو. بقول لك ايه؟ السلاح تمام، بس احنا هنحتاج منك شويه معلومات ثانيه. عمر. دلوقتي في منطقه اسمها ميرنا، عايزين نوصل لها. ازاي؟ انتوا مين بقى تحذروا بقى؟ بص بقى المنطقه دي بتدور على المافيا. وبعدين صعب الدخول ليها جدا. احنا بقى عايزين ندخلها وعايزين نعرف كمان معلومات عن واحد اسمه زياد بصيبس. هجيب لكم كل حاجه، بس بقى دي باتفاق جديده خالص. اتفقنا.
انا جاي عشان اروحك. انت اسمك ايه؟ وانا اسمي ميمي. عايز تروح لماما؟ ميمي حزتني قوي. يلا تعرف ألطف حاجة في اللي انت حكيته ايه؟ مش حكاية انهم سافروا من غير اذني او انهم بيشتغلوا مع الشيمي من ورايا، لا انهم بيتحدوني. لا ده كده تبقى ناس عبيطة قوي، مش عارفين الورطة اللي بيحط نفسهم فيها جنرال. تفتكر؟ ده انا متأكد. سعيد الدهشوري فين؟ سعيد متجنن من الحركة وقلقان من الدهشوري بسبب بيع لبعاله. الاتنين بقوا أغبياء وما ينفعش اتنين أغبياء يتحبوا بعض. قومه واللي تشوفه ساعتك هننفذه على طول. سيبني الأول أشوف حكاية العيال دي إيه. تمام ساعتك. شوف يا سن، اللي بيعمل غلط نوعين. نوع عارف هو بيعمل إيه ومصر على اللي بيعمله ومتوقع رد الفعل، ونوع تاني غشيم مش فاهم هو بيعمل ايه. اطربنش. العيال دي عارفة هي بتعمل ايه ومتوقعة غضبي ورد فعلي، عشان كده انا عايز افاجئهم ادهشهم. قاعد هنا يا ميمي، قاعد هنا ومش راجع مصر. يا اخي انا ما صدقت، عايز ارجع مصر ازاي؟ يعني انت كنت ناويها من الاول وظبط كل حاجه وجاي دلوقتي بتديني على قفانا ولا ايه؟ انا ما ضربتش حد على قفاه، كان في عمليه ونفذناها 100 100، انما خلاص دلوقتي كل واحد ودنيته. طب الشغل اللي كنا متفقين نعمله مع بعض في مصر يا جماعه، حطوا نفسكم مكاني يا جماعه، ده حلمي من زمان وانتوا عارفين كده كويس. وايه اللي حصل لي في مصر؟ مشاوير وفيز وسنين طويله، ما حصلش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه في مصر. لما دلوقتي انا هنا، انا هنا، انا ما صدقت يا جدعان. وبعدين لو مال الدنيا كله في مصر انا مش راجع. ميمي لازم اجرب حظي هنا يا اخي. هي كانت في دماغك من بدري انا عارف. يلا كل واحد متعلق من عروبه. يلا ايه؟ يلا ايه؟ ما فيش يلا، احنا جينا سوا وهنرجع سوا، ما فيش عاد هنا لوحدك. يا ميمي يا ميمي، ما انا صدقت. ما صدقت ايه؟ ما صدقت يا اخي. مش هقول لك امك واختك وجيجي والجو ده، هقول لك احنا، احنا وانت ويوسف القهوه عشره العمر، كل ده رميته على ضهرك تجيبه بالسهل ولا ايه؟ ميمي انت دلوقتي اللي مصعبها عليا. انت اللي صعبها على نفسك يا اخي. ملعون ابو الحلم اللي يعمل فينا كده. يلا يلا يلا، فرصه الدين داهيه. يلا يا يوسف. ماشي يا صاحبي، شوقك. خلي بالك من نفسك، حط عينيك في وسط راسك. خلي بالك من امك. ها ماشي يا صاحبي، سلم عليا قبل ما اغور في داهية. ماشي، بس عايزك تحط دماغك لان الغربه دي عشتها قبلك. الدنيا الحلوه اللي انت فرحان بيها دي دنيا زي العسل، بس عسل امر يا صاحبي. سلام يوسف. ما تنساش تبعت نصيبي قبل ما توصل مصر. حصل. سلام. سلام يا وش الخير. يا صاحبي. أنت بتدعي لي حتى. ربنا معاك. بس عايز أقول لك على حاجة. أنت هترجع. مش تقعد هنا. عارف ليه؟ الضحكة الحلوة اللي في وشوشنا دي مش هتلاقيها في أي حتة في العالم غير في مصر بس يا صاحبي. ميمي خلي بالكم من أمي وإخواتي، أمي وإخواتي في عينيكم. في عينينا دي بنتلاش. ألا ما كنتوا مسافرين بره تعملوا إيه؟ تتفسحوا؟
تفسح يا باشا، واحنا عارفين نتفسح جوه لما نتفسح بره. احنا كنا رايحين نرجع حق لاصحابه مش اكتر. اه مجامله يعني؟ طب اللي بيجامل حد ده بياخد تمن اللي بيجامله؟ يا باشا مش كده، بس احنا شفنا الناس. شفتوا؟ شفتوا؟ انتوا مين يا ابني انتوا؟ طب انتوا كام عمليه خلاص صدقتوا نفسكم انكم تقدروا تلعبوا من ورايا؟ لا لا لا، فوق نفسكم. البلد دي ما فيهاش غير جنرال واحد، واللي عايز يعمل راسه براسي استناها وقعده بقى وشوف ايه اللي هيحصل له. يا باشا ومين المجنون ده اللي يعمل راسه براس سعادتك يا باشا؟ احنا ما نقدرش نزعلك. ما بتلعبوا مع الشيمي ليه؟ انا منبه على دي يا باشا. احنا ما كانش في نيتنا حاجه، احنا كنا رايحين نرجع الواد مش اكتر، والناس بس حبوا يرادونا. لا اقنعتني وهصدقك. طب والمصحف؟ ما تحلفش يا باشا. طب انا اقنع سيادتك ازاي؟ اثبتولي انت واللي معاك انكم رجالتي وانكم مش هتلعبوا من ورا ضهري وانكم هتنفذوا كل اللي بقوله. ماشي يا باشا. باشا انا بوعد سعادتك يا باشا المره الجايه. ما توعدنيش يا بابا، اقعد روحك، لان انت الخسران انت واللي معاك، انا مش هخسر حاجه. معلش يا باشا بقى براه المره دي، نقطه من اول السطر. اه بس خلي بالك الصفحه بتاعتكوا اتملت وده اخر سطر. ماشي يا باشا. النهارده بنجد ان الاعلام التقليدي او الكلاسيكي المتعارف عليه بدا يتلاشى شيئا فشيئا امام الاعلام الجديد. طيب ما هو مفهوم الاعلام الجديد؟ الاعلام الجديد هو الاعلام الذي يعتمد على التقنيات التي حدثت بعد الانترنت. في الاعلام الكلاسيكي كانت المؤسسه الاعلاميه بنخبتها بتوجهاتها بايديولوجياتها تعمل كوسيط للخبر. أما اليوم أصبح الإرسال جماهيري والاستقبال. والله العظيم ما اعرف اي حاجه، وربنا ما اعرف. في حاجه غلط يا امينه، في حاجه غلط صدقيني. البلد هتولع، الفيديوهات دي متفبركه، انت هتوديني في داهيه. طب هتصرف. This is fake. This is fake. Egypt not like this. Egypt not like this. ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ بعد برضه الواد الجدع اللي قابلته واسترجلته وتصدرت له كمان؟ لا لا لا، دي الولية حماتك طلع عندها حق بقى. يا احمد يا ابني انا فاهم اللي حصل لك ومقدره، بس الدنيا ما وقفتش ولا خربت كمان. انت بقى شايفها خربت، يبقى اللي وداك من اصله. وساعتها بقى ابو حميد يبقى ليك حق يا ابني تعيط وتلطم وتنتحر كمان. بقول لك ايه؟ ما تقوم تنتحر يا ابني دلوقتي وتخلص نفسك. ايه؟ كلامي ضايقك؟ طب انا لسه ما قلتش حاجه. لسه ما قلتش انك طلعت خارق وطري. والحمد لله ان احنا عرفنا كل حاجه قبل ما نتدبس وندي بنتنا الواحد بيهرب من مشاكله ويتفس دماغه في التراب بدل ما يحلها. تعال يا عم ياسين اصفي لك عينيك وشوف انت هتعمل ايه. هنط في كرشك، هعمل اي حاجه غير ان انا احبس نفسي زي النسوان. بس يا راجل جبان. انا مش جبان يا عم ياسين. اثبت لي. أنا مش زعلان، نظرتي فيك خابت. أنا زعلان على بنت أخويا اللي حبتك وقدرتك ودلوقتي بتحبك أكتر وبتقدرك أكتر. أنت لو نزلت الشارع دلوقتي لسه هيبصوا لك على إنك بطل. أنت خسارة.
لا مقدر نفسك ولا مقدر اللي انت عملته. كانتك خيبه. انت ليه عملت كده؟ مالها طريقه تدخل بيها؟ انت هتستعبط؟ اهدى اهدى، مش هنعرف نحكي. نحكي في ايه؟ الناس بتموت في الشوارع وتقول لي نحكي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ الفيديوهات اللي اديتها لك عملت فيها ايه؟ ليه عملت كده؟ افهم، احنا ما قلنا لحد ان يقتل او يموت. امال الفابريكا بتسميه ايه؟ الكد بتسميه ايه؟ التحريض بتسميه ايه؟ مالهم اطفال ينضحك عليهم؟ ناس بدها تعمل هيك لانها تراكمت سنين بيحاولوا يتناسوها. بتضحك على نفسك ولا عليا؟ انت اللي زيفت الصوره، وصلت للناس صوره تانية خالص، بتقول لي هم اللي عايزين يعملوا كده. هذه هي الحقيقه، انت ما بتحاول تشوفها. انهي حقيقه؟ اللي انت اخترعتها؟ اللي انت رتبتها؟ انهي حقيقه يا اخي؟ الاعلام ما هو جريمه. انهي اعلام ده؟ هو انت مصدق ده اعلام؟ ده مش اعلام ولا يمكن يكون اعلام. كل واحد له دور. انا عملت دوري، انت عملت دورك. الناس بدها تعمل دورها، بدها تصدق او تكذب. انت لما بتحاول تفهم. انا بقى فهمت دورك كويس. انت كذاب وضلالي وقابض عشان تولعها. الناس بتقتل بعضها في السكاكين هناك، الناس بتموت بعضها. كان الاول في عشره وانت اتحط بدلهم غل وكره، وانت اللي عملت كده وانا اللي ساعدتك. هذه ما هي مشكلتي. فكر كويس، ما تضيع على نفسك فرصه ما تلاقيها في اي مكان. بريد افتح مكتب في الكايرو وانت اللي تديره. ها انت مجنون بالله عليك؟ مجنون؟ عايز تخربها هنا وتخربها هناك؟ ولك ايه؟ انا استكفيت، اديني فلوسي. بعتبر هالمقابله ما تمت، بس سيبك تراجع حالك. اراجع ايه؟ هذا اخر كلام. اخر زفت. في شرط في العقد، اللي بيرسخ العقد ما بيسترد فلوسه. يا راجل. ايوه، اقرا العقد، اقرا النسخه اللي معك. انا مش هقرا اي حاجه، وفلوسي ياخدها من كرشك. ايوه، اي 300 مين يا ولاد الكلب؟ يا بطل كلب من هنا. 300 مين يا ولاد الكلب؟ ايوه، تعملوا ايه في البلد يا ولاد الكلب؟ انتوا مين؟ مالي؟ مين يا ولاد الكلب؟ هاي تيرورستا. الحمد لله على السلامة. وحشتيني. أنت كمان وحشتني أوي. ما تسليش تاني. عمري ما هسيبك. عمري. أنا هحطك في أوضة وأدرس عليك. على قد ما كنت فرحان إني عايز أسافر، على قد ما كرهت الإحساس ده. صعب أوي إنك ترمي سنين عمرك كلها ورا ظهرك، تبدأ من أول وجديد. مفيش شك إن في حتة مني كانت زعلانة هناك، كنت عايزها أفضل. بس ما تقلقيش، الحتة الكبيرة اللي جوايا كانت فرحانة، كنت عايزها أرجع مصر. مصر وحشتك أوي. وحشتني. يا أمي. أنت كمان وحشتيني أوي. أول حاجة فكرت فيها وأنا خارج من المطار إن أجي لك على هنا، كنت بقول يا رب يا رب يا رب لما أروح على هناك ألاقيها موجودة أشوفها. كنت هزعل أوي لو ما لقيتكيش موجودة. لك حاجة؟ قولي. كنت عارفة انك جاي. حاسة السادسة بقى. أنا كده رجعت مصر. تمم عليها. انتوا ما تممتوش عليها؟ تمم عليها ازاي؟ انتوا قلتوا عايزين 1 2 3، عملنا لكم 1 2 3. يعني ما اتفرجتوش على الحاجات اللي انتوا جبتوها؟ الله، واحنا نتفرج عليها بتاع ايه؟ وبعدين مؤاخذة شايفنا يعني مهندسين كمبيوتر عشان نعرف نفتح الحاجات دي. طب والولد عملته معاه ايه؟
واد مين؟ وفي 100 واد امجد. لا ما تقلقش ظبطناه. ايوه ظبطته ازاي يعني؟ قاعد الحاجه قدامك تفتكر ان احنا دخلنا وخرجنا والواد لسه صح سليم زي ما قال لك كده ظبطناه. الجنرال قال تعجزوا، حصل ولا ما حصلش؟ واحنا قلنا ما بقاش لينا في السكه دي خلاص. امال بقت سكه مين يا يوسف؟ سكه اللي غاويها، واحنا خلاص ما بقيناش غاوينا. يعني انتوا مصممين تزعلوا جنرال مع انكم عارفين زعله بيبقى عامل ازاي؟ اسمع يا سن، احنا لا عايزين نزعل الجنرال ولا نزعل نفسنا، واذا كان على التعجيز والتخليص فعنده بدل الراجل 100، ولو على الواد انتوا عارفين طريقه وسكته وتعرفوا توصلوا له كويس كده. اوكي يا جو، يوصل له الكلام ده. سلام. شرفتنا يا شيمي بيه. ده انا اتشرفت. امال العروسه فين؟ في اوضتها وجايه حالا. سعيد بمعرفتك يا عمار. ده احنا اللي في سعاده، ربنا وحده اللي يعلم بيها. احنا في ديك الساعه لما ناسب واحد زي سعادتك دي بالدنيا كلها. الله يخليك يا عمار. الشيمي بيه اخ عزيز قبل ما يكون صديق ابو جيجي، احنا كنا سوا في مدرسه زمان، وبرضه العشره خدتنا سوا لغايه دلوقتي، بس انا اصغر منه. هو اللي بيقول كده. جرى ايه يا امال؟ هو ده وقته يا اختي. يا وليه بطلي نكد بقى يا وليه. غصب عني يا جماعه افتكرت نصه. وبعدين معاكي بقى، صلي على النبي، صلي على النبي يا اختي، احسن بعدين جيجي تسمع وتبقى حكايه. عليه الصلاه والسلام. بقول لك ايه يا سونا؟ ايوه. الراجل الحلو القمر اللي قاعد قدامنا ابو شعر روزي ده، هو اللي عليه هبه وفرستش كده يعني، ده يبقى مين؟ ده العريس. هيتجوز مين؟ العروسه. بس قمر، ايه رايك في الفستان يا شيماء؟ حلو قوي ما شاء الله، وشكله غالي. الا غالي ده، بتمن بيت في الحاره هنا يا بت. انت عارفه اصل الشيمي بيحبني قوي، ما بيستناش اشاور بس على اي حاجه يجيبها لي، حتى لو كانت بمليون جنيه. ربنا يخليهولك. حنين ولا ايه يا موحى؟ طبعا شكله حنين وبيحبك كمان. ودافيان، هيفطرني في حته ويغديني في حته، ولا ايه هيعشيني في بلاد بره؟ هينسيني القرف اللي عشته. واهم ميزه فيه بقى انه حنين وجدع، ما يعرفش الغدر، مش زي ناس هناك. شفتي مش قلت لك ما كانش لازم اجي؟ هتقعد تقطم فيها كده طول الليل. تقطم في كده ايه يا بنت؟ عيب، احنا اخوات. انت في حاجه مضايقاكي يا شيماء؟ لا مصدعه، هطلع اشوف حاجه للصداع. الف مبروك يا جيجي. الله يبارك فيك يا اختي، ربنا يتمم بخير. شكرا. مالكيش حق يا جيجي، عماله تقطمي في البيت من ساعه ما جت. هو انا قلت حاجه خالص؟ نعم يا روح امك، ده انا عجناكي وخبزاكي. شيماء ملهاش دعوه، بتدخليها ليه بينكم؟ غصب عني. وبعدين يعني انا بحب شيماء، بس انا جوايا قهر يهد جبال، واللي عمله ديبه فيا مش شويه. طول عمري فاكره ان انا وهو هنبقى لبعض، فجاه سافر وبعد ولا حتى عبرني بالتليفون. ديبو ذبحني يا موحى. ذبحك ده ايه يا بت؟ طب ده انت والنعمه احلى عروسه في حتتنا. بس اوعي تعيطي، بصي لنفسك في المرايه شوفي الحلاوه. قومي يلا قومي، صحي وفرفشي كده، الليله ليلتك. يسيب العريس فكه شويه يطلع يجري؟ الراجل يقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوا بقى. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس انا اول ما سمعت اسمه قلبي وقع في رجليا وجسمي كله اترعش. خفت يشوفني في كوشه راجل تاني. جرى ايه يا جيجي؟ ما تجمدي شويه، ده انت لسه بعضمه لسانك قايلالي، قايلالي انه ذبحك وكسرك، في ايه؟ انا كنت فاكره اني نسيته خلاص، صفحه وقلبتها، بس اول ما قالوا اسمي ما اعرفش ايه اللي جرالي.
جيجي، يا بخت من بكاني ولا بكى الناس عليا. اللي بيحب حد يا اختي بيفضل قاعد جنبه، حتى لو سافر بيرجع للي بيحب. من الاخر كده انت مش في دماغك دي. دي ما بيحبكيش يا جيجي. كنت فاكره اني قويه واقدر استحمل، بس شكلي كده طلعت ضعيفه يا بنت. انا مين فيهم؟ انت عبيطه وبتتدلعي يا بنت. اللي يدوس على قلبك دوسي عليه بالجاز، ما في ايه؟ وبعدين الراجل قاعد مرمي بره، ده مرمي تحت رجليك. حد يلاقي كده ويقول لا؟ انا بحبك وخايفه على مصلحتك. سيبك من ديبو بقى، عيش حياتك يا بنت وبصي. في ايه؟ حبيبي حبيبي على السلامة. يا أمه وحشاني يا أمه. خلاص هتفعصي الواد في حضنك يا خالتي. ما تسيبها يا واد تحضنه ولا حتى تفعصه، مش ابنها وهي حرة فيه. شايفة وحشتيني يا بنت. شفتها كمان. ازيك يا امينه؟ وحشتيني يا حبيبتي. ازيك يا غالي؟ انت كمان وحشتيني قوي. ربنا يا عم بتقول انت جاي، كنا جينا خدناك من المطار. ما هي امينه كانت اسرع. ازيك يا امينه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا امينه؟ ازيك؟ شكرين. امينه عملت مع خالتك مليحه الصح على فكره. لا خالص ده ولا حاجه. اه ما هي حكيت لي. عد الجمايل بقى يا عم. ايه يا يوسف؟ ايه الفرح اللي عند بيت ام جيجي ده؟ فرح ايه حبيبي؟ ده فرح بحضورك يا اخويا. حضوره ايه؟ ده فرح والله. اصلا عليا والله يا عمتي، والله انت زي العسل. تعالى انت عمي تعبان، تعالى نريح. يلا تعالى 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 يا عمتي. يلا يا دياب، العيل هفل اسمه عدنان يعمل فيك كل ده؟ ربا خلت صاحبك خير. خلاص فين ديبو بتاع زمان؟ ديبو بتاع زمان خلاص، سبته هناك من اول ما ركبت الطياره. عارفين يا رجاله، مصر وحشتنا قوي. كنتش اعرف اني بحبها كده غير لما بعدت عنها. بلدنا جميله ومخوفاهم، مش هيسيبونا في حالنا ولاد الكلب. عايزين يوقعونا باي طريقه وباي تمن. ظهر ان الطحنه اللي كنا عايشين فيها دي ما خلتناش نشوف البلد صح. دلوقتي بقيت شايف البلد صح؟ ايه يا جدع في ايه؟ صاحبك شكله يرشح نفسه في الانتخابات ولا ايه؟ لا انتخابات مين؟ انت ما شفتش المرشحه اللي كان جايبها معايا وهو جاي؟ هي دي اللي زودت الوطنيه عنده. صح يا يوسف، جزء من كلامك صح. هناك انا عرفت نفسي. عرفت انا عايز ايه وعايز مين. انت لسه بتحلم يا دياب؟ ما قلت لك يا اخي احلم على قدك. احلم في وسطينا. البت دي دنيتها غير دنيتك خالص. لا يا ميمي، كلنا في دنيا واحده، بس ما بنعرفش امتى نقابل بعضينا. انا حلمت بامينه من قبل ما اشوفها. حبيتها حب عمري في حياتي ما حسيته قبل كده. حب طاير ونضيف، حب عقل ومشاعر وقلب. حب خلاني احب بلدي واخاف عليها واحاول احميها من اللي زيي. ايه تعمل؟ واد اتجنن ولا فيه؟ انت اتغيرت كده ليه يا ولد؟ طيب وجيجي؟ جيجي خلاص، حب قديم وراح لحاله. اتدفن يعني بحلو وبمر. وبعدين في الاخر لا انا كنت ليها ولا هي كانت ليا. والله اتجوزت. بتقول يا ميمي؟ اه جيجي اتجوزت الشيمي. انت فاهم يعني ايه الشيمي طبعا. يعني بزارات وفلوس وما خافيه كان اعظم. ربنا يوفقها. هي كمان من حقها تعيش. حقها. أنا بيتهيألي إنه حيلف حوالين نفسه أول ما يلاقي الحكومة داخلة عليه وبتاع كشو. مع إني ما بحبش أدخل الحكومة في شغلنا، لكن أهو للضرورة أحكام. بس اسمح لي سعادتك، بغض النظر يعني عن موضوع دخول الحكومة ده، أنا شايف يعني إن الحركة خفيفة على الولد شوية، يعني بنلعبه بعينيه زيادة. أيوه بنلعبه. برافو عليك، بنلعبه. تعرف فكرة الجيمز بتاعت الكمبيوتر دي شغلانة قايمة على اقتصاد دول دلوقتي. الجيمز دي بتبتدي بالألعاب الخفيفة، يعني تزغزغك، تطمعك، تخليك تحس إن في البداية إن قدراتك قوية وممكن تستحمل وتكمل. تدمن الجيمز. ده اللي أنا عايزه نعمله. أنا عايزه يدمنوا الجيمز. أيوه أنا كمان
بحب العب يعني، بحب الجيمز. قال اخبار مراد ايه؟ بخير. لا لا مراد تمام، انا كنت لسه بكلمه من يومين، هيخلص امتحانات واحتمال ينزل مصر يومين. قال الولد ده ما بيكلمنيش ليه؟ ايه نسيني ولا ايه؟ ازاي؟ معقول ينسى سعادتك ده كلام؟ كويس، انتوا مش محتاجين حاجه؟ لا يا فندم، طول ما حضرتك معانا مستحيل نبقى محتاجين حاجه. يا ماما هو اللي اتصل بيا وكان المفروض يجي معاك. فعلا يا باشا، بس امه تعبت فراح وديها مستشفى. ليه؟ سلامتها خير؟ لا خير ان شاء الله. دلوقتي يوسف الحكومه مسكته واحنا بننفذ العمليه اللي سعادتك امرتنا بيها، وكنا محتاجين نخرجه. مين اللي محتاجين يخرجوه؟ يعني كل الناس سعادتك، انا ودياب واهله. انتوا كلكم ولا حاجه؟ يوسف نفسه ولا حاجه؟ سعادتك ده راجل من رجالتك. رجالتي بأمارة ايه؟ انتوا مش خلاص عملتوا فيها رجاله وتفوتوا في الحديد؟ خلاص هو يخلص نفسه. ما ينفعش سعادتك برضه. كان في فار صح الصبح في الغابه وقال لنفسه انا اسد، بص في المرايه وقال انا اسد مش فار، لم الناموس والهموش والبراغيث التافهين اللي زيه وصرخ فيهم وقال لهم انا اسد مش فار. برغيت نطت والهموش جري فزع، قال لك اذا كان كل دول صدقوا ان انا اسد مش فار، انا اروح لملك الغابه للاسد نفسه واقول له انا اسد زيك. وراح الفار للاسد في عرينه، اظن بقيت الحكايه انت عارفها، مات. بس تعرف مين اللي عجبني في الحكايه دي؟ اكيد الاسد سعادتك. لا الفار، عشان صدق نفسه وكمل حكاية للآخر. كان فار شجاع. انت ليه قلت لي ان سبب رجوعك كان بسبب خناقة مع عدنان اللي ضحك عليك في فلوسك، مع ان كلام أمينة بيقول عكس كده خالص؟ أنا زي ما قلت لسعادتك، الخناقة اللي بيني وبين عدنان كانت خناقة أهم من الفلوس، وأنا شرحت الموضوع ده قبل كده لسعادتك. أنا ما قلتش حاجة زي ما تتكلميش غير لما أسألك، فاهمة؟ يا فندم أنا تعبت، مش قادرة، ومش قادرة أفهم أنت ليه مش مصدق الكلام اللي إحنا بنقوله. لأنك مصممة تكذبي. قولي لي يا أميرة، أنت لسه مصرة إنك كنت بتقومي بدور صحفي بس؟ أيوه، وأنا قلت لك الكلام ده. وأنا ما اقتنعتش باللي أنت قلتيه. لأن عملك الصحفي العظيم الأستاذ خابر واشتغل عليه مع عدنان والباقي طبعاً أنت فاهمان. حصل إيه يا دياب؟ والله العظيم ما حصل، والله ما حصل. اليوم ده أنا كنت هقتل عدنان، كنت هقتله بإيدي. أخدت مقابل مادي مع الفيديوهات دي؟ لا، مع إن دياب بيقول إن كنت اتفقتوا على فلوس. أيوه ده صحيح، بس ما تمش الاتفاق بسبب اللي حصل. وبيقول كمان إنه جاب لك هدايا. يا فندم دي حاجة ملهاش علاقة بالشغل اللي بينا، أنت ليه حضرتك مش عايز تصدقنا؟ صدقنا أرجوك. وبعدين أنا لو كنت زي ما سعادتك فاهم إن أنا متهم وجاي هنا، أنا كنت ممكن أعيش هناك وأعمل الفلوس اللي أنا عايزها وأديها هي كمان الفلوس اللي هي عايزاها. هي دي الحقيقة، والله العظيم هي دي الحقيقة صدقني. أنا دوري مش إن أصدقك ولا أكذبك، أنا دوري إن أوصل للحقيقة. هي دي الحقيقة، والله العظيم هي دي الحقيقة. هي دي الحقيقة. ايوه يا رايق، في واحد هنا مستنيك بيقول ان اسمه ابو يحيى. انت بتقولي ايه؟ ما تقلقش يا اخويا احنا كويسين مستنيينك. طب فين يا سماح؟ انا جاي. في يا رايق؟ مش قلت لك هنقلبها طرب وندفنهم جواها يا عم ياسين؟ بينا يا رجاله. خليك هنا يا سيكو. ازاي يعني؟ اسمع الكلام. يلا يا عم ياسين. انزل تحت هذا نحن. جري يا ابو يحيى.
علموك تدخل على البيوت ورجالتها مش موجوده ولا ايه؟ انا ليا حق عند اخوك. ولما انت ليك حق عند اخويا جاي تتكلم فيه مع النسوان؟ واللي عامله معايا اخوك شغل الرجاله ولا شغل النسوان؟ البيوت لها حرمه يا ابو يحيى. جاي تكلم الرجاله؟ اتفضل معانا تحت. نتكلم تحت. بص يا ابو يحيى، انت النهارده غلطت غلطه كبيره قوي لما دخلت بيت ميمي الرايق في غيابه. انا ممكن اخلي الرجاله ياكلوكوا صحيين. انت كده هتولعها نار يا رايق. انا ورايا رجاله كتير قوي يولعولك في ام الحته دي كلها باللي فيها. ما تخلقش اللي يمس حد من الحته دي واحنا عايشين فيها ويطلع سليم. الحريم عندك فوق يا اخي، اسالهم اذا كان حد فينا ضايقهم ولا لا. وبعدين انا اللي دخلني بيتك بالطريقه دي الباشا اخوك المحترم الذكر اللي سرقني وخاني بعد ما وقفت جنبه. ما انت برضه لبسته في الحيط. انا لبسته في الحيط؟ ده انا كان ممكن اخلص منه واتويه وحطه في اي حته. بس انا برضه عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك. ابا غلطان يابا؟ طبعا غلطان. كان ممكن تجينا من الاول بدل ما تبعت كل يوم اتنين خرفان يا رقبوب. طب احنا نسيبنا من الكلام اللي ملوش لازمه ده. انا ليا عند اخوك لابتوب وشويه فلوس عايزه، واذا كان على اخوك والله ان قلبه ابيض بسامحه. فين اللابتوب والحاجه؟ اللابتوب هيجيلك، انما الفلوس دي بقى اعتبرها هديه دخلت علينا بيها. هديه كبيره تليق بمقامك. كده مالكش اي حاجه عندي. في حد شاف اللابتوب ده يا سيكا؟ لا. طب بس انا عايز افكرك، لو في اي حاجه حصلت انت المسؤول قدامي. جرى يا ابو يحيى، ما خلص الكلام. ماشي. وانت راجل طيب مش هوصيك بقى. عايزك تفهمه وتعقله انه ما يعملش كده تاني مع ابو يحيى. ما قال لك خلص الكلام حقك معاك. انا بقى اللي بوصيك لما تشوف سيكا تاني بخد بالك منه. استنى ابو يحيى لما اطلعك على اول الشارع. اصل انت دخلت المنطقه دي والناس نايمين، بس مش تعرف تخرج منها وهم صاحيين. افتح يا الناس في الشارع والبرلمان انهم فاكرين الحكومه دي زي مصباح علاءالدين السحري. اول ما تمسح عليه المفروض يطلع لك الوزير ويحقق لهم كل طلباتهم كده في غمضه عين. ناس نامت كتير وفجاه صحيت، وفجاه كل واحد عايز حقه. تفتكر ان احنا هنقدر نحقق كل طلباتهم يا جنرال؟ والله ده حسب الامكانيات واللي تحت ايديكم. والاهم من ده كله الرغبه في تحقيق الطلبات والرغبات. الرغبه؟ امال انت ليه بقى ما بتحققليش رغباتي وطلباتي مع انك بتاخد اللي بتطلبه؟ ايه افهم من كده انك بطلت تحميني خلاص؟ معناته ايه الكلام ده؟ معناته ده رايق ويوسف رجالتك اللي انا بدفع لك عشان تحميني بيهم مش عشان تسلطهم عليا. هما اللي فهموك كده؟ مش مهم تعرف هما فهموني ايه، ولا مهم تعرف ايه اللي بيني وبينهم. ما يخصكش وياك تتعرض لهم. أنا بس في حاجة مهمة كنت
عايزه افهمها لك، لانه واضح انك كبرت وشخت وعجزت وخرفت وامراض الشيخوخه ظهرت عليك، ومبقتش تفهم خطوره الشغل اللي بتتكلف بيه. مصيبه مصيبه. ايه الكلام الجامد ده؟ تعرفي تعرفي ان طعم الاهانه طالع من شفايفك؟ ليه طعمه مختلف خالص. على فكره انا مقدر اللي انت فيه. بعد ما وصل لك السي دي تتخيلي الناس وهي بتتفرج وتشوف معالي الوزيره وهي في اوضه نومها عريانه. تعرف انه ده حصل؟ مش فريدة الوكيل بس هي اللي هتتعرف، انت كمان وكل فسادك وشغلك هيتعرى وتتفضح. اوعى تفتكر انا معرفش انت بتتعامل مع مين وفي ايه. لا، كل ملفاتك تحت ايديا، وطعم الاهانة ان انت بتقول انك ما حسيتش بيه قبل كده هتفضل تحس بيه طول عمرك، ده لو لسه في عمرك بقيه يا جنرال. على فكره الجنرال ده لقب مش رتبه. الناس اطلقوه عليا من الطريقه اللي بسحق بيها اعدائي، وانتي ادفع من ان انا احاربك. خسارة الوش الجميل ده لما يتبهدل. ما تصلي على النبي يا عم يوسف، ما انت بتقول محضر اتقطع ونائب المأمور رضاك، اللي اتعامل معاك ده ما بتعملش مع ابن وزير، في ايه تاني؟ في اللي جاي يا ميمي. يا عم اللي جاي احلى ان شاء الله. بتضحك على مين؟ عليا ولا على نفسك؟ هو انت لو ما كنتش لويت دراع الولية دي وخليتها تخرجني بالعافيه ما كان زماني مرمي جوه زي الكلب. يا عم انت زعلان ليه؟ ما انت خرجت وقعد معايا زي الفل. يا عمي يا عمي ملعوب اتعامل فينا وعرفنا نتعامل معاه. اديك قلتها، ملعوب. ملعوب ده بقى جاي من مين المره دي؟ من الجنرال ولا من سعيد ولا من الدحشوري؟ ده حتى الواد الهفق اللي اسمه امجد واقف بيشهد عليا النهارده زي الاسد، مسنود ابن الكلب. هوقت مننا قوي يا ميمي، فتحنا على نفسنا 100 باب، ما بقناش عارفين الضربه جايه لنا من مين. يا يوسف ما تخليش دماغك تلق زي البيضه وتدخل القديم في الجديد. قفل كل البيبان وسيب اللي جاي، ما تفكرش فيه، وده اللي احنا اتفقنا عليه من الاول. تفتكر الجنرال هو اللي عملها؟ اكيد لا طبعا. يا ابني الجنرال ده برنس من الناس الكبار. ما دام الكبار بيعملوا كده يبقى الصغيرين هيحصل فيهم ايه؟ محدش فاهم حاجة يا ميمي. لا مفهوم، بس أنت اللي مش قاري. الكبار دول ضغبتهم بالجامد، وإحنا كنا دراعاتهم اللي كانوا بيضربوا بيها. دول كانوا بيضربوا في بعض، وإحنا كده اتخذنا في رجلين. ولما تخبطهم عامل كده في بعض، هيعملوا فينا إحنا إيه؟ إحنا إيه يعني؟ إن حتة طلقة. أنت عايز أضحك عليك ولا إيه؟ عندك حق صح. هي ديتنا طلعه. الواد الناد اللي ما سالش عليا ليه؟ عم سيبه ده كمان، ده حكايته حكايه. احكي لك بس اطلع غير هدومك وقول لهم وتعالى. يلا قوم. جي جي. بسم الله الحفيظ. ودول بيطلعوا امتى دول؟ بيطلعوا ساعة العواء يا بت. بت اما تبت. ايه خارج متروق وجاي تفوق عليا ولا ايه؟ ما تظبط كلامك كده. مش لما تظبطي انت الاول يا عروسه. زعلك قوي اني قلت لهم محبوس؟ وعادي يعني انك تخرب عليا وتطير الراجل من ايدي؟ لا يا حبة عين، لو ناوي تمشي في السكه دي فانت مش هتسلك معايا. هترمي في ودان البت كلمه، هرمي في ودان الشيمي 10.
بقت كده؟ واكتر من كده كمان. الشيمي اللي انت صبيه ده خلاص بقى زي الختم في صباعك. يعني لو شهدت الشارع ده كله عليا برضه مش هيصدق الا لو قلوه بس. خافي مني يا جيجي؟ بأمارة ايه؟ هروح احكي للمقدس على شغل الذهب اللي بينا، والمقدس هيحكي للشيمي على البت الغلبانه اللي بيستأمنها على قرشه وبتنهبه، وتربق المعبد وعليا وعلى اعدائي. قلت ايه؟ انت اللي ابتديت يا يوسف، لم لسانك ولا لم لساني، وفي الاخر المصلحه واحده. المزاج يا بت، محدش يلوي دراع يوسف. اذا كنت فاكره انك هتطيري من ايديا غاليه فطز، اجيب النغله منها. فوقي واعرفي مصلحتك فين. ايوه جنرال. لا انا لسه في الطريق. الناس جاهزين ومستنيين اخر التعليمات. تمام سعادتك، مع السلامه. التواريخ مش مجرد أرقام على ورق نتيجة بتترمي في نهاية اليوم. التواريخ اتعملت عشان تفكر الناس بأحداث معينة فما ينسوش، ولو حاولوا ينسوا بنحرك الحدث اللي يجدد الذكرى ويفكرهم إن تأثيرنا هيفضل موجود ومستمر. ده انت على كده مشغل الناس هفق عشان يحصل لك كل ده. معلش يا جنرال، على رأي المثل الولس قتل عرابي. وعرفت مين الولس اللي اتولس عليك يا عربي؟ وعلقته من شعر راسه. على فكرة مش العف اللي اتولس عليك، العف ضعفك. معاك حق يا جنرال، معلش الواحد ما بيتعلمش ببلاش. طبعا انت جاي لي النهاردة عشان اللي خطفوك وحجزوك، صح؟ لا يا جنرال، أنا طقصت وعرفت إنهم من رجالتك، بس ما رضيتش أعمل حاجة إلا لما استأذن. ما تعملش أنا شوري، ما تعملش أنا بقولك. حاضر يا جنرال. طب والشيمي؟ أخي الشيمي ده حاجة غريبة جدا. بيدور على المشاكل وبيلاقيها، حاجة غريبة فعلا. أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان أرد اعتباري من اللي عمله فيا. مش أنت لوحدك. الشيمي أعداءه بيزيدوا كل يوم. بس أنا الأولى بيه. لو كل الناس فكرت زيك كده هيبقى في صالحه مش ضده. مش فاهم يا جنرال. الفريسة لما يزيدوا صيادينها بتحس بالخطر، ولما تحس بالخطر بتأمن نفسها. احنا مش عايزين الشيمي يأمن نفسه. سيب لي الموضوع ده وأنا هتصرف فيه. ماشي يا جنرال. تدبير حادث بعدد ضحايا كبير عمره ما كان مشكلة. ده ممكن يتعمل في مدرسة، في مترو، في عبارة. الأهم من عدد الضحايا هو نوعيتهم ومكان تواجدهم والأثر المترتب بعدهم. اختار مجموعة ناشطة ومكان ما فيهوش أي شبهة خطر وابدأ التنفيذ. ايه ده؟ كل ما قدرت تورط أطراف كتير كل ما النتائج زادت واتطورت بشكل تلقائي، وأصبح تحديد الطرف الحقيقي شيء في منتهى الصعوبة.
ممكن تاخد رقم المحل، هدولي قبل ما تمشي، ما تقلقيش خالص. خلاص اوكي. احنا علينا قوي اديهم. انت عارف ان هم لما قالوا لي انا ما كنتش مصدق. اهلا يا سن. ما تقعد. حلو. المكان حلو. استأذنت الجنرال قبل ما تفتح الهلمة دي كلها؟ ليه؟ هو خلاص مسك الحي ولا ايه؟ لا. مسك رقبيكم. انت هتنتهي مين في الرئاسة يا ديبو؟ شكلك لسه ما رستش. زيك زي ناس كتير قوي. محدش بقى فاهم أي حاجة في البلد دي. احنا عايزين ده. شفت الصورة؟ وده بقى اللي انت ماسك له الحملة الانتخابية. لا تقدر تقول كده حملة تصفية. في يا سن ده انت بالمفهوم ايه؟ اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا لك خلاص بطلنا. معقولة؟ يا راجل ولما انتوا بطلتوا الموضوع ده هتشتغلوا فين بعد كده؟ هنا. هنا اشتغل هنا. المكان هنا حلو وعجبنا جدا على فكرة. ناس رايحة وناس جاية مبسوطين الحمد لله. ملكنا على فكرة. شوف يا ديمو، أنا قلبي عليك عايزة تحطها على فودنك. الشغل لوحده مش كفاية. لو مفيش بزنس جنب الشغل مش هتعرف تعيش. بقول لك يا سن، تاكل رز بسمتي؟ انت مين؟ انا اول مره اشوفك. واخر مرة في الفلوس. طب تشوف البضاعة الأول. صح. أصل اديله الفلوس. عزيز علينا يا نواف، مع ان شغلك مع فريده الوكيل خدك مننا خالص. الجنرال بيعرف منيح ان دايما في احتياج لمشورته ومساعدته حتى لو ما صار هذا الشيء بشكل مباشر. اصل في شغل كتير من اللي سعادتك عملته لي انا كنت بخلصه نواف، بس هو ظروف شغله ما كانتش بتساعده عشان يظهر كتير. يعني انا عارف عارف يا دهشوري كل شغلة أنا عملتها كانت إيه ومع مين. واللي جنالك من شانه يا جنرال خدمة أهم من كل الخدمات اللي صارت. خدمة إلنا كلنا. وأكون عايز أشاركك، أنت عارف أنا ما بشاركش حد. عملية، عملية كبيرة قوي وخطر، فقلنا مفيش غير سعادتك لازم تكون معانا. صفقة أسعار. مجموعة ملكية من أهم وأندر المجموعات اللي في العالم. بس المعلومات اللي عندي مو كتيرة، بس المؤكد إنها لو تمت راح تكون
أهم وأعظم صفقة من حيث الربح والتميز. المطلوب تمويل، تمويل مضمون، لأن السوق كله مفهوش سيولة ومحدش هيجازف ولا يخاطر وينزل العملية دي. عشان كده قلنا مفيش غير سعادتك عشان تدبرها لنا. فريد الوكيل تعرف الموضوع ده؟ نو أبدا، ولو عرفت راح توقف. يا سلام، هي فريد الوكيل بقت مسيطرة على السوق للدرجة دي؟ أوكي، أنا هبلغكم بمصدر التمويل، نسبتي 25%. كتير يا جنرال. خلاص، دوروا بقى على السيولة اللي هتمولكم، أنا تحت أمركم. وجودنا تحت جناح سعادتك بيغنينا عن الدنيا دي كلها. تشيز. الحمد لله على السلامة يا جنرال. ازيك يا كرم، عامل ايه؟ الحمد لله يا برنس. تمام بخير يا فندم. هو انت مين؟ انا زي ما قالك ديبو باشا. كلمني عدل، انت مين يا دياب؟ دياب هو في ايه؟ في اللي جالي سيدي عليه تسجيلات بصوتك، حد بيكلمك وانت بتنفذ له اوامره. اقول لك ايه اكتر من كده؟ اوامر خطف وحرق وانت كل اللي نازل عليك تمام يا فندم وحاضر يا فندم. انت مين؟ انت مين؟ اظن مش محتاجه توضيح. اي كلام، اي كلام هقوله دلوقتي هيبقى كذب. وانا عمري ما كذبت عليك. انا عمر؟ عمر اللي عشت معايا ولا العمر اللي عشت بكره؟ انت لحد اللحظه دي بتكذب عليا. ما كذبتش عليك، اي كلمه قلتها لك صدق، اي مشاعر ناحيتك انا قايلها بجد حقيقيه، عمر ما كذبت فيها. اللي فات ده واحد تاني انا ما اعرفوش مات. كنت لازم تقول لي. ما كانش المفروض تعرفي، ما كانش المفروض تعرفي. لازم تعرفيه، انت عرفتيه، هو اللي قاعد قدامك دلوقتي. أميلة، أنا من ساعة ما شفتك انت شكيتي فيا لحظة؟ شكيتي فيا يا أمينة؟ أنا زي ما بتقولي المجرم اللي بتتكلمي عنه؟ أي إنسان ممكن يغلط وممكن ظروفه تضطر إنه يكمل في الغلط ده، لكن بيجيله لحظة يفوق، يفهم، يحس. ممكن تجيله فرصة من عند ربنا تخليه يبدأ من جديد. مشكلة، المشكلة أمينة، أمينة أنا من ساعة ما عرفتك وأنا واحد تاني خالص. قولي لي أمينة أنا إيه؟ أحكمي، أحكمي من يوم ما قابلتك. أنا إيه من يوم ما قابلتك؟ أحكم يا أمينة. أنا ما أقدرش أحكم على حد أنا ما أعرفوش. بتقولي ايه؟ انت كدابة. على فكرة انا مش فاهمة حاجة من اللي انت بتقوليه ده. وليه ما تكونيش انت الكدابة؟ عشان انا متأكدة ان يوسف مستحيل يعرف واحدة عليا، مش يتجوز عليا. يوسف متجوزني بقاله شهر، واصحابه وديبه والرايق شهدوا على الجواز كمان. انت مين يا ست انت؟ انا عايزة اعرف انت مين. بس يا ديحة دي غالية هاني بنت الشيمي باشا اللي يوسف بيشتغل عنده. اه قولي كده بقى، انت فاكرة ان انت هتشتريه بفلوسك؟ هتقدري تستغليه وتعملي عليه كماشة انت وابوكي وتستغلوا فقره؟ لا يا حبيبتي، ده بعدكم انا موجودة وانا واقفة جنبه وهكبره وهيكبر المطعم وهيبقى اغنى منكم كمان. فلوس ايه وجنان ايه اللي بتتكلمي عليه ده؟ يوسف يا حلوة لما اتجوزني ما كانش بيفكر في فلوس،
يوسف اتجوزني عشان بيحبني ومبسوط معايا ومرتاح. ولو حصل يعني واتجوزك زي ما انت بتقولي يبقى اكيد في حاجه كبيره قوي هي اللي خليته يعمل حاجه زي دي. لعلمك بقى مفيش حد ادى ليوسف اللي انا اديته له. ولعلمك بقى استحاله يسيبني ويروح يتجوز واحده تانية. وعلى فكره بقى انا مش مصدقاكي خالص. هي دي الحقيقه. صدقيها وعيشيها. ورغم ان انا مش مصدقه ولا كلمه اللي انت بتقوليها دي، لكن برضه لو دي الحقيقه انا بطلب منك حاجه واحده بس. ابعدي عنه. سيبي خليه هو يختار وخليه هو اللي يفكر. عارفه ليه؟ عشان متاكده ان يوسف حتى لو سابني وراح لوحده تانية مش هياخدك انت. عشان العيب فيك انت مش في حد تاني. انت قلت لا 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 بالراحه كده. بقول لك ايه يا خالتي، كلمي لنا يوسف بقى وشوفي الليله دي فيها ايه. انا لازم نرتاحوا بعض. انا مش مصدقه اللي انا بشوفه ده. مش مصدقه يا ابني. يا ابني الزبون يقوم، الترابيزه تتنضف، والحاجه تتشال وقتي. راعوا ربنا في اكل عيشكم بقى، في ايه؟ ايوه الو حتي. ايوه يا يوسف حتي. الو ايوه يا يوسف. انا نادين. نادين انت فين يا نادين؟ انا عند مامتك في البيت، وفي واحده مجنونه بتقول انها مراتك. واحده مين دي؟ بنت الشيمي اللي انت بتشتغل عنه. غاليه؟ ايوه غاليه يا يوسف. هي غاليه. رد عليا قولي انها مجنونه، قولي انها كدابه. صح؟ انت مش متجوزها صح؟ هاتي التليفون ده. قولي انها بس بتقول كده بس عشان عايزه تضحك عليك، يعني عايزه تستغلك، يعني عايزه تضحك عليك بفلوسها صح؟ رد عليا يا يوسف. قولي انها مجنونه. رد عليا يا يوسف. طب اديها يا اختي الكلمه. رد على مراته برضه. رد عليا عشان خاطري، عشان خاطري يا يوسف. رد عليا. رد عليا يا يوسف. رد عليا يا يوسف. رد عليا. بس يا حبيبتي بس 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 اهدي يا حبيبتي. اهدي اهدي. ايوه يوسف اهدي. انا مستنياك في البيت. منك لله منك لله. بس يا حبيبتي تعالي اقعدي. تعالي 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 اقعدي. بس يا سعادتك برضه يعني ما كانش المفروض انها تنشر. انما هنعمل ايه؟ هي اللي جابته لنفسها. عارف سعادتك، احنا لما روحنا رئيس التحرير اللي كانت شغاله معاه اكتشفنا ان الراجل كان رافض النشر من الاساس، مش عايز يجيب لنفسه مشاكل، وده السبب اللي خلاها تسيب الجرنال. انا اسلوبها جذاب والموضوع لطيف. يستاهل النشر. يعني سعادتك نلغي ولا؟ هل الموضوع يستاهل التضحية؟ في عمل في الدنيا يستاهل ان الانسان يضحي بنفسه عشانه؟ يمكن لو كان الموضوع ده اتنشر وتعمل له البروباجندا المناسبة كان يبقى للتضحية قيمة، كانت تبقى بطل. للأسف مفيش حد هيعرف يضحي بنفسه ليه. هو سعادتك متضايق لها يعني؟ قيمة الإنسان بتتحدد بقيمة الهدف اللي بيضحي عشانه. لازم يبقى الإنسان عنده طموح. على الله. هي بقى لها قيمة بعد موتها. أتمنى. اتنين. أنت كنت عايش حياتك والدنيا مزعزعة. إيه اللي حصل لك؟ ما جت فوق نفوخي في الآخر. يعني ما طلتش حاجة من الجوز. ولا مش عايز تقول يا صاحبي؟ صاحبك؟ بس ما تقولش صاحبك. صاحبك ده اللي راح اتجوز وأنت عرفت بالصدفة. ما هو ما كانش هيحكي على حاجة. غير لما تتطربق فوق دماغه. ما طول عمره كده يا شيخ. من هو صغير. مليان طمع وجشع. مش عارف هيتغير إمتى. يا أخي الواحد مش عايز من الدنيا دي غير واحدة بس، واحدة بس، وأنت بتلف على اتنين. طبعاً أنت ليت لا حبيت حد فيهم ولا حسيت بأي حاجة. حبي ده كل اللي يهمه في الدنيا مصلحته وبس. هم
خلاص خلصتوا؟ قمتوا نفضتوا زبالتكوا عليا؟ وبقيت انا الرمه اللي فيكوا؟ وانتوا بشوات؟ برنسات ما بتغلطوش؟ انت يا عم روميو اللي بتقول عليا ما بعرفش احب، قال يعني مكفي بيتك ومراتك، وانت اللي حبيت ولا طولتش؟ تقدر تقول لي اللي جوازتك لسه ما بردتش مرافق الوزيره ليه؟ مرافق مين يا يوسف؟ ما ديك بتقولها دي وزيره. ماليش فيه، وزيره بيعت مناديل كلهم نسوان. يا يوسف اوعى تقول لي مصلحه، احنا ملوك المصالح حميمي وعارفين اولها من اخرها. احنا نخرف ولا يا يوسف؟ ما انت عارف ان انا بحب سماح. سماح ده انا مربيه على ايدي. بتحب سماح؟ لا تبقى معذور، اكيد معذور، ولقيت حاجه في الوزيره ما لقيتهاش عند سماح فروحت وسبت نفسك خالص. بس مش ده المهم، المهم انك برضو ما حكيتليش، وان انا عرفت بالصدفه لما بعتت لك السواق بتاعها عشان ياخدك على عش الحب بتاعكم. وانت عم ديبو يا صاحبي يا اخويا يا اللي زعلان ان انا ما حكيتلكش، امينه اللي انت طالع بيها السما وبتعشقها زي ما انت بتقول، حكيت لي عنها ولا جبت سيرتها معايا؟ ولا حاجه اتحكت. ما تحكيليش انا، حكيت لها هي انت مين وكنت بتعمل ايه ولا سكت وما قلتش؟ كنت هصرحها واقولها على كل حاجه بس ما عرفتش. كل ما كنا بنتقابل كنت بتعذب، كنت بشوف في عينيها نظره حب واحترام، لساني خلاص كان هينطق ولا انا مش محترم ولا زفت، بس ما كنتش بعرف، كنت بخاف اخسرها يا يوسف، اخسر الحاجه الوحيده اللي بتحسسني ان انا بني ادم يا اخي. يبقى ما نعيرش بعض يا جدعان. ساعات بنخبي على الناس وساعات بنخبي على بعض وساعات بنخبي على نفسنا عشان نعرف نعيش، ولو مؤاخذة مفيش حد أنضف من التاني. صح، أنا فعلا غلطت، بس غلطت زي أي حد ممكن يغلط، ويمكن أكون شفت فيها حاجات مش موجودة في سماح، بس برضه بحب سماح وهفضل أحبها وعمري ما أحب حد غيرها. شفتش النهارده كانت بتكلمني ازاي؟ كلامها يا اخي قطعني، حسسني ان انا ولا حاجه، زباله، ما استاهلش حتى ضفرها يا اخي. من الاخر انت كلامك كله صح، بس عايز اقول لك على حاجه، اعذرنا يا اخي كلنا، احنا بني ادمين وبنغلط، ومن السهل ان اي حد يشاور عليه بحد تاني، بس صعب قوي ان حد يعترف بغلطه وبوسخته. لو في مشكلة وعايز تصفيها صفيها معانا احنا، مالكش دعوة بيها، طلعها بره الموضوع، مالكش دعوة بأمينة، ولا أنت خايف؟ ها؟ شكلك خايف، خايف تنشر فضايحكم. اسمع يا جنرال، العيال الصغيرة اللي كانت بتثبت وتفتح مطاوي وخلاص كبرت وشافت عالم تاني، وأنت اللي خليتها تشوف العالم ده، مجلس الشعب، مرشحين الرئاسة، محمد محمود والميدان وبورسعيد وغيره، عملنا كل حاجة عشانك، كل حاجة اتطلبت مننا عملناها، وفي الآخر بتضربنا في ظهرنا. أنا مش خايف منك على فكرة، ولا خايف من اللي حواليك، أنا جاي أقول لك كلمة واحدة بس ومن الآخر،
ابعد عننا وسيبنا في حالنا، ابعد عننا وسيبنا في حالنا، وحياة العيش والملح اللي عمرك ما هتاكله معانا. هخليك تندم على اليوم اللي شفتنا فيه، هتطلب الرحمة ومش هتنولها. اضحك اضحك قوي، على فكرة زي ما انت معانا حاجات تخصنا، احنا كمان معانا حاجات تخصك. حطها في دماغك يا سن، خلي بالك من الباشا بتاعك عشان خلاص شكله بيقع وهيقع. سلام يا جنرال. سن، تشرب كاس. كاس بيقول اللي احنا لو ما سددناش في الميعاد هيحجزوا على المحل. يعني هي جت على دي؟ ما اتربقت فوق نفوخنا خلاص بجملت. يعني ايه بجملت؟ ده المحل ده بتاع سيكا، اكل ايه هو عشان يشرب عليه ميته؟ ويعني احنا كنا اكلنا ايه يعني يا ميمي عشان نشرب عليه ميه احنا كمان؟ ما كلنا في الهوا سوا. يا يوسف، ما قلت لك يا اخي حقنا هيرجع. الظاهر ان احنا مش مكتوب لنا نقب على وشها. يا ميمي، مفيش حاجه بتدوم على حالها، مش ده كلامك ولا ايه؟ ده كلامي اه، بس بعد ما شفتها مفحمه لقيت انها صعبه. حتى لو سابنا في حالنا ريحه النار مش هتسيبنا. هتقوينا ما تخوفناش، هتفكرنا بكل بلاويه. وعلى فكره ده اخره، مش هيعرف يعمل معانا حاجه اكتر من كده. بكفاياك بقى يا عم دياب، بكفاياك. انت مش عارف انت بتخبط في مين ولا ايه؟ عمال يقول لك الموضوع صعب وانت تقوله ده اخره. لا يا صاحبي، ده مش اخره، ده اوله. يا يوسف، عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه؟ ها؟ ساعة ما رجعت وانت حالك متشقلب ومش على بعضك وعامل لي فيها وطني، خدت الجدع ده في رجليك وخليته يقلب على الجنرال هو رخر، ولما جت تطربق طربقت على نفوخنا كلنا مش على نفوخك لوحدك. هي خربت خلاص. صعبت عليك؟ اوعى يا راية تستسلم للإحساس ده، لأن أنت كمان حجيلك لحظة ومش هتصعب على حد. اركب عربيتك وتعالى ورايا. يلا. الشغل ده لسه في مكانه. ما حدا اطلع عليه غيرنا نحن وأصحاب الأرض اللي فيه. انت عايز تفهمني ان واقف ان مقبره بكر بحجم المقتنيات دي ومالناش فيها شركة ليه؟ اصحابها مطلعين على زكاة؟ بصراحه شيمي بيه احنا معانا شركة اجانب، بس هم رافضين ان يتذكروا في الموضوع كله. تمام، وتمن الشركة كام بقى؟ 50 مليون من كل شريك. ايوه بس انا ما عنديش مبلغ زي ده، وحتى لو عندي مبلغ زي ده مش هحطه في صفقه واحده. المكسب 200%. وراح تستغرب اكتر لما بتعرف انه نحنا ما راح ندفع ولا ليره واحده. الشركاء الاجانب هن اللي راح يدفعوا كل شيء. طب انا ايه المطلوب مني؟ الباور بتاعك يا سياده النائب، ان الشغل ده يخرج بره. بصراحه الشركاء مش هياخدوه غير بره مصر، وده شرطهم الوحيد. تفهمين معنى الكلام ده ايه؟ خصوصا بعد فضيحه فريد النهارده الصبح. التفتيش في المطارات بقى صعب جدا الحاجات دي. الدنيا قامت ومش هتقعد تاني. راح يكون هذا الموضوع من صالحنا نحن. نحن تعودنا انه انسب توقيت تنفذ فيه مخطط لشيء هو هالتوقيت اللي كل الناس بتحكي فيه عن هذا الشيء، لانه ما حدا بيتوقع تنفيذه في هالتوقيت. فكر يا سيادة النائب، المصلحة جامدة جدا. اسمها الروليت الروسي، زي القمار بس مش على فلوس، على بني ادمين.
بتحط طلقة في الخزنة وتنشن على خصمك وتضرب. لو طلعت الطلقة في خصمك تبقى كسبت، لو ما طلعتش يبقى الدور عليا. ده لو اللعب نضيف. في حاجة في الدنيا دي نضيفة؟ سر اللعبة بقى اللي احنا عايزين نموت ونحط أكتر من طلقة في الخزنة، واللي مش عايزين نموت ما نحطش ولا طلقة في الخزنة. للأسف ديبو بتاعكو بيلعب بخزنة مليانة طلقات وهيموتكم كلكم. وأنا دلوقتي بديك فرصة وعليك الاختيار. مطلوب مني يا باشا. فريد الوكيل بعد ال 12 عنها بقت كارت محروق. بالنسبة لي هي من عداد الأموات. كل المطلوب منك إنك تتفلق. تقدر ولا ما تقدرش؟ قادر يا باشا. اتفضل. والله يا بنتي ابوك في اخر ايامه ما كانش له سيره غيرك وانه يسافر لك. هنعمل ايه بقى؟ هدي الله وادي حكمته، ما حدش له في نفسه حاجه يا بنتي. يا ما قلت له يخلي باله من اللي حواليه وما يثقش في اي حد زياده عن اللزوم. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ تقصدي ايه؟ فؤاد كان عايش في وسط اهله وناسه. انا عارفه مين اللي قتل بابا يا عم ياسين. أنا مالي ومال اللي بتقوله ده يا حبيبي؟ إحنا كان في بينا ورق وعقود ولازم أخلص. ما هو إحنا دخلنا على الحلوة والمرة. مرة مين وحلوة مين يا بابا؟ أنا ولا كنت أعرفك ولا كنت أعرف أخوك، ده كان بيعمل لنا شغل وبياخد حسابه وبس، ولا هو مفهمك إيه؟ كان زي ما كان، ودخلتوا سوا الشركة، ولعت الشركة، يبقى تصبروا علينا بقى، ولا هو طور وكتر سكاكينه. أنا ما بتكلمش على الشركة اللي ولعت يا سيد، في فلوس أخوك أخدها مني ساعة التجهيز، ولا ما قالكش؟ قال لي. طب كويس، اصل انا كنت فاكراك هتهرب مني زي ما هو بيتهرب بالظبط. ميمي مش حرام يا مدام عشان يتهرب من الفلوس اللي عليه، انما انت عارفه الدنيا خربانه ازاي. اصبري شويه لغايه ما تتظبط. تتظبط ازاي؟ انت عارف ان احنا اخدنا قرض من البنك ولو ما اتدفعش في ميعاده هيتحجز على المكان. يوميها كلمت بابا قال لي ان هو رايح مشوار وهيخلص ويعدي على ناس قرايبنا يودعهم قبل السفر. قلت له لو كنت لسه جنب البيت عدي عليا شويه عشان محتاجه شويه ارقام مهمه للورق اللي بخلصها لهم. ورجع واتقابلنا على السكايب. خلاص يا تمام. ايوه امي كان كان في الموضوع ده تاني. ثانيه واحده بس قربت في النار على الشاي. انا هجيلك. شفته مساعد، شفته داخل، شفته داخل الشقة. واضح طبعا انه كان فاهم ان باباكي بره البيت. الكلب ما كانش عارف ان في كاميرا بتصوره. ايوه بس نور الشقة المنور ده ما خلاهوش يشوفها. بابا متعود يسيب نور الشقة منور، خصوصا في الأحداث الأخيرة والسرقة اللي بتحصل، على أساس ان في حد في البيت يعني. خوف تنده عليه بصوت عالي لحسن يسمعه ويعمل فيه حاجة. فكرت طلبته على الموبايل. مصعب تعمل ايه؟ جيت هنا ازاي؟ بتسرقني يا حرامي يا نصاب؟ سمع موبايل باباكي فوجئ انه في البيت. انا عمري ما سامح نفسي على اللي حصل. انا اللي برجعه للموت كل مره. اهدي يا بنتي اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. ده قدر ربنا، مش هنخش في قضاه. ايوه يا ابني اعمل لي امر ضبطه، واحضرت فورا للواد اللي اسمه مسعد نخله. ميمي
جاي في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا سماح، اصل عندي شويه شغل ومتاخر شويه. شغل ولا رايح لها؟ رايح لمين؟ انا شفتك. شفتي ايه؟ شفتك وانت نازل من عندها وهي نازله وراك قد كده وانت عليك، وانت عليك تعرف عليا في اول سنه في عمرنا، ولا تكونش بقى هي وعداك بحته عيل. قولي انت عايزه تقولي ايه. مش هلومك على حاجه ابدا، وحقك تزعلي، بس قبل ما تسألي فهميني. وبعد ما فهمت هتبقى انت فين يا ريه؟ معايا ولا معايا؟ ولا تكونش ناوي تشاركني فيك؟ تشارك مين يا سماح؟ انا عمري ما احب حد غيرك ابدا. وهي؟ هي ايه؟ هي مجرد شغل مش اكتر من كده. الست واقعه في ورطه ومحتاجاني جنبها. احنا مالنا ومالها؟ يعني ايه مالنا ومالها؟ من امتى وميمي بيشوف حد محتاج له بيمشي ويسيبه؟ بس انا محتاجاك اكتر منها والمصحف الشريف، وانت عارف ان انا ماليش حد غيرك. وانا كمان ماليش حد غيرك. لازم تعرف ان انا عمري ما احب حد غيرك في الدنيا دي يا سماح. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم ولا حاجه. انا مش قادره اصدق يا بابي، الاستاذ جايب مراته الثانيه وجايين يقعدوا عندي هنا في بيتي، في بيتي يا بابي. ايه شغل البطاري ده؟ ايه حصلت؟ هما فين؟ قاعدين في الاوضه الجوه، انا حاسس ان انا في كابوس مش قادره اصدق اللي بيحصل. ايه دي؟ انا هتصرف. يوسف! انت يا يوسف! ايه؟ في ايه؟ وانت عامله دوشه ليه؟ من غير كتر كلام، انتوا الاثنين بره البيت. اهدى يا شيمي بيه احسن يطلع لك عرق. ده بيت مراتي. بيت مين يا اخويا؟ بيت مراتي يعني بيتي، واعمل فيه اللي انا عايزه. مراتك لما تبقى راجل محترم، مالوي هدومك؟ قادر تصرف عليا بالشحات وسنكوح ومعاك السلاح بتاعك يا بنتي. انت تسكت خالص. وانت كمان يا بنتي انت باين عليكي بنت ناس. ليه تخليه يعمل فيك كده؟ مالكش دعوه بيها وكلمني انا هنا، طول ما انا في البيت ما اتكلمش حد غيري. بيتك انت اتجننت ولا ايه؟ جن لما يجنك بنت سافله وقلت الادب وقلت الربايه. هي قلت الادب برضه؟ ايوه هي قلت الادب. اسمع يا شيمي، انا لغايه دلوقتي عامل لك احترام، لكن والله كلمة زيادة هعلقها من شعرها على باب البيت. مين دي اللي هتعلقها من شعرها؟ صحيح، ما هو ما يعرفش ان انت قلت الادب، ما انت اكيد مش حكياله. ما حكيتليش ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ايه اللي بيحصل؟ يا حلو، تحكي لبابي ولا احكي له انا؟ ايه اللي بيحصل ده؟ سيبك منه يا بابي، ده بني ادم يستاهلش اصلا انك تبص في خلقته. يلا يطلع. انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. يلا يا بابي بليز، يلا لو سمحت. علم بيكحة. ميرسي قوي يا شيمان انك جيتي، كنتيش لازم تتعبي نفسك خالص. ما تقوليش كده، احنا بقينا اخوات وهنبقى اكتر من الاخوات كمان ان شاء الله. صح؟ صح. ديبو بعتلك السلام، جالك كذا مره عشان يشوفك، بس كل مره كان بيلاقيكي نايم. ماما قالتلي البنج بقى. معلش شيماء، انت عارفه هما كانوا عايزين يقتلوني ليه؟ عشان القضيه اللي انا بكتبها. كنت عايزه اخد لك حقك انت وكل اللي زيك. كنت هموت. لسه مش عايز تتكلمي؟ لازم تتكلمي يا شيماء، ولازم تحكي اللي حصل لك. انا قلت لديبو. وعمل ايه؟ اتصدم، ما صدقش ان ده ممكن يكون بيحصل بجد. خدني في حضنه جامد قوي وقعد يتاسف لي كانه هو اللي غلط.
حاسس بالذنب من ساعتها بس مش راضي يبين لي. انا عارفه دي كويس، حنين قوي من جوه، بس الحنيه اللي جوه بقت اكتر من الاول بكتير. انت عارفه ان هو بيحبك مش كده؟ هو قال لك احنا سيبنا بعض ليه؟ لا ما قاليش، وانت كمان ما تقوليليش مش عايزه اعرف. بس لازم تعرفي ان هو اتغير بجد، اتغير بقى بني ادم تاني، وانت السبب في ده، وعنده استعداد يصلح كل الغلط اللي عمله في حياته قبل كده. بس انت لازم تساعدي وتقفي جنبه، اديله فرصه، هو بيحبك وانت كمان بتحبيه. بتحبيه؟ هو بره، انا اديله. فاطمه دايلي مدام. لا على راسي، عوني ما هنسيه. تمام. لا انا همشي دلوقتي على طول، هاجي لك على المطار. مع السلامه. حاضر، باي. انت معاك عربيه رايق مش كده؟ اه معايا عربيه ليه؟ هسافر طبعا. كلمته على التليفون ده اللي هو في المطار، وعدني ان هو هيأخر نزول اسمي في قائمه الممنوعين من السفر، بس بشرط لازم اكون في المطار خلال ساعتين. مش هينفع فريد. هو ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع تسافري. انت معمول لك كمين. كمين ايه؟ انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك، الجنرال طلب مني اني اقتلك. خايفة مني ولا يا فريدة؟ قلت له ايه يا ميمي؟ قلت له موافق. قلت له موافق يا ميمي؟ فريدة، أنا عايزك تفهميني، أنا قلت له موافق عشان أدي نفسي فرصة، أدي نفسي وقت أقدر أفكر أحميك إزاي. لو كنت قلت له لأ كان بعت أي حد غيري عشان يقتلك. مش بيكفي كل اللي عملوه فيا أو صارت كمان القتلة؟ عشان كده أنا بقولك ده كمين معمول فيكي، صدقيني. أنا مبقتش أصحى، أنا مش عارفة أفكر. عشان كده بقول لك ثق فيا. أنا أثق فيكي إزاي؟ هو طلب منك الكلام ده إمتى؟ قابلته فين؟ ليه ما قلتليش قبل كده؟ هقول لك إزاي بس. يا فريدة أنت تليفونك على طول متراقب، زي انا متاكد دلوقتي انه عارف ان انا موجود عندك. مستني يعرف النتيجه. صح صح. فريده اسمعيني وفهميني كويس، اعملي اللي هقولك عليه وبس، اسمعي كلامي. انت اكتر حد انا حبيته، اكتر حد فتحت له قلبي وطمنت له.
اتمنىك انك تتجوزني. فكرة ملوش لازمة الكلام ده. بتقولي كده ليه؟ خايفة مني ولا عشان صعبة عليا فريدة؟ مش عارفة اعمل ايه؟ اعمل زي ما بقولك، هننزل دلوقتي تجيبي كل الأوراق والملفات تروح تسلمي نفسك. محدش هيحميكي يا فريدة غير البلد. محدش هيحميكي. بلد ايه اللي هتحميني؟ بلد ايه؟ اللي انت بتطلبه مني ده معناه ان انا احكم على نفسي طول عمري بالسجن. بلد ايه؟ يا فريده بيتحكم عليكي بالسجن احسن ما يتحكم عليكي بالاعدام. لا 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 اللي انا شفته في التلفزيون ده الدنيا مقلوبه عليك. كمين واتعمل لي يا سيكا، قتلوها ولد الكلب وانا قاعد عندها في البيت. اتقتلت ولا انت اللي قتلتها؟ قتلت مين يا سيكا بس؟ بتلعبش بأعصابي يا راية وتكلم. هتكلم اقول لك ايه يا ابني؟ هتكلم اقول لك ايه؟ انا كنت رايح احميها مش رايح عشان اقتلها. طب اتقتلت ازاي وهي معاك؟ معرفش يا سيكا، كانت قاعده معايا دخلت الحمام. اتاخرت رحت ابص عليها لقيتها مقتوله جوه الحمام. ومين اللي قتلها؟ اكيد هم ولاد الكلب. خططوها ولعبوها وانا في الاخر لبستها. خلاص ما دام انت ما عملتش حاجه روح سلم نفسك. ما ينفعش. أسلم نفسي دي وزيرة. عارف يعني إيه وزيرة؟ يعني الحكومة مستنية أي حد دلوقتي عشان تشيله الليلة. إحنا اللي بيحصل لنا ده؟ اللي بيحصل لنا ده؟ ومش عايزين يسيبونا في حالنا ليه؟ خلاص ملوش لازمة الكلام ده دلوقتي يا سيكا. طب هنعمل إيه؟ مش عارف أعمل إيه، مش عارف. المهم دلوقتي أنا لازم أشوف سماح. دلوقتي؟ أكيد الحكومة قلب عليك الدنيا. ماليش فيه. هشوف سماح. أنت تعمل اللي أقول لك عليه وبس، ماشي؟ ماشي. الحمد لله على سلامة الأمور يا ديبو. بس هو مين ابن الحرام اللي عمل فيها كده؟ من غير لف ودوران. إيه اللي جابك؟ نعم. دي برضه أصول الضيافة. على العموم عندك حق. أنت أصلك ما تعرفش السن كويس. لا أعرفك. وعارف أهلك وعامل أبو كشف عيلة كمان. إيه؟ يعني هو ده جزاء إن أنا جاي أنصحك نصيحة أخوية؟ إحنا مش إخوات. ولا عمرنا هنبقى، وانت عارف ده كويس. خلاص ما دام انت مش عاجبك حكايه الاخويه دي نمشيها بطريقه تانية وكله بشوقك. بتشوف لك نمره يا دي، ما انت عارف الكلام ده ما ياكلش معايا. انا مش جاي عشان الحكايه دي تاكل معاك. وانت شفت انت والامورة اللي ممكن يحصل. شوف يا ديمو، احنا الناس عندنا نوعين مالهمش تالت. نوع نحبه ونشيله فوق دماغنا من فوق، ونوع تاني نحطه في دماغنا حكايه بشوق. شوف انت بقى عايز تبقى من انهي نوع في الاتنين. مش فاهمك. لا انت فاهمني وعارف انا اقصد ايه كويس قوي. انا مش بتعامل مع تلميذ، انا بتعامل مع واحد صايع وفاهم كل حاجه وبيعرف يحسبها صح قوي. يحسب ايه اللي هيكسب وايه اللي هيخسره، ولما يلاقيها مخسره ما بينشفش دماغه لسبب بسيط، لانه عارف ان احنا ممكن نكسرها له. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ اخاف؟ مش للدرجه دي. كل اللي انا بتمناه انك ما توقعش زي صاحبك. نفسي فعلا انك ما توقعش، لان انت شكلك تقيل تقيل قوي. كلها ولايا ولداه. مش بس كده، ده انت زودت عليهم واحده كمان. اقسم بالله العلي العظيم لو هود ناحيه اي حد منهم لكن اخر يوم في عمرك كنت عارفني كويس. هعتبر اني ما سمعتش الكلام ده. مش هعتبر اني ما سمعتوش، انا فعلا سقطت من ودني لاني ما بتهددش. انت عارف اللي تجرى وعمل كده حصل فيه ايه، وانت اللي نفذت معاه بنفسك. فكر ديبو وفكر، ولما تقرر انت عارف تجيبني منين. بس بسرعه لان مفيش وقت. كلام بيني وبينك محدش طول من بعد ساعه. ايه
هتوصلني ولا ايه؟ تنصحي جوزك يا سماح يسلم نفسه احسن له، عشان اللي بيعمله ده مش في صالحه. في ايه يا باشا؟ ايه كل الرجاله دي؟ هو في حاجه؟ انت تستهبل يالا؟ يعني مش عارف في ايه؟ لا خالص، انا جيت من تحت قالوا لي الحكومه فوق، هو رايح يعمل حاجه ولا ايه؟ لا يبقى خليهم بقى يحكوا لك، ولا اقول لك كده ومن الاخر يا ريت بقى لما تشوفه تقول له يسلم نفسه بالذوق احسن له، لان اللي اتقتلت دي وزيره مش رقاصه في شارع الهرم، يعني هيتجاب هيتجاب. سامع؟ يرحمي روحك. طب والله ما انا مصدقه الفيلم ده كله ابدا، لا يمكن ميمي يعمل حاجه زي دي، لا يمكن. اسمع كلام امك يا سماح، جوزك ملوش اي ذنب في اللي بيحصل ده. وما هو ملوش ذنب، قلبينا الدنيا عليه ليه يا سعيد؟ ده قتل يا سعيد مش اي كلام. طب اهدي بس وخلينا نعرف نتكلم. نعرف نتكلم في ايه؟ انا مش عارفه اعمل ايه يا رب، وهي عايشه خدته مني، وهي ميته كمان هتاخده مني. طب روقي يا بنت الناس وركزي في الكلام اللي هقوله، بس ما يطلعش لحد. انت عارف حاجه يا سعيد مش قايل لي؟ ايوه، هو يا عمتي ما تقومي تعملي لنا كوبايتين شاي. ده وقته متأخر، شاي وماي. طيب يا اخويا اسمع. رد يا ميمي، رد يا اخي. ديبو بقى ده اسمه كلام يا ضنايا؟ جايب لنا بنت بنوت تقعد معانا هنا؟ الناس تقول علينا ايه؟ يقول اللي يقولوه يما، مش وقته الكلام ده، بعدين هشرح لك. اهم حاجه دلوقتي تاخدي بالك من البنات، وخصوصا شاهد ما تطلعش بره الباب. واشمعنى شاهد؟ ومدرستها يا ابني؟ تاخد اجازه يا اما، ما انت شايفه حوادث الخطف في كل حته، البلد خربانه. ما هي خربانه طول العمر وكانت بتروح، اشمعنى النهارده يعني؟ لا بقى اما من غير منادي، المره دي بس اسمعي الكلام المره دي بس يا اما عشان خاطري. الحق يا ديب، الوزيره دي اللي اسمها فريده الوكيل اتقتلت. ايوه متذاعه في كل القنوات وبيقولوا ان الرايق هو اللي قتلها. الرايق؟ الراجل ده لو عايز ينتقم مننا هي طلقه في دماغ كل واحد فينا. بس لو عايز يتسلى، موت ده، احبس ده، كسر دماغ ده، شويه عرايس خشب بيحركهم بصوابعه. بس احنا الغلطانين، احنا اللي علقنا نفسنا بحباله. طب هنعمل ايه يعني؟ انا اسكت دلوقتي؟ لازم نسكت لحد بالدنيا تهدى كده ويشيلنا من دماغه، ونشوف بعد كده هنعمل معاه ايه. يا جماعه احنا قلنا الكلام ده 100 مره ومحدش سمعنا. ايه يا عم يوسف؟ خلص بقى موضوع غالي وابوها ده. يا عم اعتبره خلص، مفيش مشاكل من ناحيتي، انا مأمن الدنيا يا عم ديبو، انت فيه ايه؟ وانا كمان هحاول اظبط موضوع الشيكات بتاعت لولا، محدش ضامن هيحصل ايه بكره. انا مش فارق معايا كل اللي انتوا بتقولوه ده. ميمي انت هتفضل هربان كده على طول؟ معلش يا سماح، انا عارف ان احنا من ساعه ما اتجوزنا والدنيا متشقلبه، بس غصب عني والله ما كنت اعرف ان احنا نوصل لكده. وانا مش فارق معايا كل ده، انا كل اللي يفرق معايا ان انت ترجع لي بالسلام. معلش، اصل هي الدنيا كده، لما بتقول للواحد لا صعبه قوي ان احنا نغير اللي في دماغها. هنعمل ايه؟ انت قتلتها يا مين؟ لا يا سماح. سكسكة. سيكا سكسكة سكسيكو، فاكرني؟ فاكرني يا سيكا؟ فاكرني؟
سكسكة. عرفتني؟ ايه تحاسبني دلوقتي يا يوسف؟ عايز تحاسبني؟ يلا نتحاسب يا يوسف، يلا نتحاسب، تعال نتحاسب يا يوسف، تعال نتحاسب يا يوسف، تعال نتحاسب يا يوسف، تعال نتحاسب يا يوسف، تعال نتحاسب يا سامحيني يا أمّا والنبي، أنا مش زعلانة منك يا يوسف، مش زعلانة منك يا حبيبي. أنت قلت يا أمّا، قولها تاني يا يوسف، قولها تاني، قولها تاني يا حبيبي. أنت عارف أنا بقالي قد إيه نفسي أسمعها منك، بقالي كتير أوي يا يوسف، بقالي كتير يا عبد، بقالي كتير يا عبد. أنا مش زعلانة منك يا عيني، مش زعلانة منك أبداً. ايه رايك يا سيكا؟ حلوه الكهرباء ولا نزود شويه كمان؟ شويه سكسكه يعني؟ بص يا سكسك، انا مستعد اسيبك بس بشرط تعمل لي عجين الفلاح. عارفه؟ عجين الفلاح؟ بس انت بتدفع عليا يا كلب، ده انا افرمك بجسمتي انت واللي يتشدد لك. يلا انت فاكر نفسك ايه؟ افتح.
في حاجة يا سن؟ وفي خبر كده يعني. خير؟ رايق هرب. وإيه المشكلة؟ هرب من سجن صغير للسجن الكبير. سيبه يعذب نفسه. أيوة بس دي عيال ضايعة يعني، ممكن واحد زي الرايق ده عقله يقل فيعمل حاجة كده ولا كده؟ هيعمل إيه يعني؟ يهددني مثلا؟ والله أنت للظاهر مخك خف يا سن. إيه؟ يا باشا أنا كان نفسي إن إحنا نخلص من العيال دي ونقفل الموضوع ده وننتهي. مرة واتنين وتلاتة حاولنا معاهم وهم راكبين دماغهم. أنا مش فاهم سعادتك ساكت عليهم ليه لغاية دلوقتي؟ لو عملت اللي أنت بتقوله ده يبقى بقفل عليهم سكة الهروب. ساعتها يستبسلوا فيها ويعملوا فيها أبطال. إحنا هنفتح لهم باب، باب صغير كده موارب يخرج على متاهة ومن مكان ضيق لمكان أضيق وهكذا، نتفرج ونستمتع. ولما أحب أخلص منهم هقول لك، هديك أمر تقتلهم ولا تخلص منهم، ولا مش هتعرف تعمل كده؟ لا ازاي يا باشا؟ لا اليوم اللي أعجز فيه عن تنفيذ تعليمات الجنرال أكيد هبقى مستحقش أكون في خدمته. مبسوطة يا حبيبتي؟ مبسوطة يا قلب أمي؟ ربنا يكرمكم يسترها معاكم يا رب. لا وكلكم والبيت نادين ديكم تاني خالص. دي طلعت بمية راجل يا جدعان، بعت الشقة وجاية تقولي خد الفلوس سدد بيها القرض. بس ما تزعلوش مني بقى، أنا ما قدرتش آخد منها ولا مليم. محدش زعلان منك يا يوسف، أنا فاهمك، أنت عندك حق. إيه رأيكم يا جماعة نبيع المحل ده وبتمن ومسدد القرض وبعد كده ربنا سهل. يا جدعان قرض ايه وفلوس ايه اللي عمالين تفكروا فيها؟ ما نشوف المصيبه اللي احنا فيها الاول. الموضوع مقصود يا جدعان، الضرب عمال يجي لنا ورا بعض عشان ما اعرفش جاي منين ولا منين. امينه وكان عايزين يقتلوها، وانت السن جالك يهددك، وانا قتلوا لي الوزيره، وده قبل كده مع امجد. مش عارفين الموضوع الزفت ده يخلص على ايه. اقول لك انا بقى يخلص على ايه؟ يتقلع من جذوره. ما احنا مش هناخد الضربه ونفضل قاعدين مستنيين الضربه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، اخرتها ايه؟ عندك حق يوسف، لازم نخلص. الجنرال عايز يخلص علينا. خلاص يا جماعه نخلص عليه بسرعه. ايه يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو سهل بالنسبه لكم كده ان انتوا تخلصوا على اي حد؟ بقول لك ايه، مفيش قدامنا غير كده، يا قاتل يا مقتول. هنقول له اتفضل تعالى اقتلنا. بعدين يا امينه ما انت اكتر واحده عارفه، شفت اللي بيقف قدام الناس دول بيحصل له ايه؟ بس ده خطر عليكم كلكم. يا ستي خطر بس هنعمل ايه؟ ما هو بيقول لك يا قاتل يا مقتول، هنستناه لغايه لما يقتلنا. يا جدعان احنا في سبب، واللي يلحق الاول احنا ننط عليه في بيته ونخلص عليه. ازاي يعني؟ ازاي ده؟ اسمع ان هو عايش في قلعه ما بيخرجش منها اصلا غير وهو متخفي. هنشوف طريقه، واكيد الراجل ده عنده نقطه ضعف وهي دي اللي هتوصلنا ليه. على بركه، ربنا يسهل ان شاء الله. مفيش اخبار عن سيكا يا جدعان؟ حد وصل له؟ انا وامينه رحنا له عند هروه في المكتب، وقالت لنا اخر مره كان بيكلم واحده في التليفون اسمها لولا. لولا؟ كان هنا أأمن من غيره. وسيبيني بقى أرجوكي، خلينا أشوف الدهشور الزفت ده اتأخر ليه. مع السلامة. دهشور أنت مالك في إيه؟ ميني؟ أميني، وأنت شفت عفريت ولا نسيتني؟ لا وأنساك إزاي؟ واللي بينا يتنسي؟ لا لازم يتنسي. اللي عملته أنت ومراتك مع أخويا لازم يتنسي. هو أخويا فين صحيح؟ مش عارف. مش عارف.
طب بص حاولي عشان ما نزعلش مع بعض. مش عايز اسمع كلمه مش عارف دي. ممكن تقولي مش فاكر، ناسي، هحاول افتكر يا عم ميمي، لكن ما اعرفش دي مش عايز اسمعها. بس اقول لك على حاجه، لحد ما تفتكر تعالى نلعب مع بعضينا شويه. ميمي اعلم ما تقوليش يا عال، انا كده كده ضايع. بس ايه رايك بقى نضيع مع بعض؟ بس بتكلم عليها الناس ولا ايه؟ انت كده؟ انا بس نفسي اعرف انت عملت معايا كده ليه؟ ده انا يا اخي عملت لك كل حاجه، كل اللي كنت بتؤمر بيه كان بيتنفذ لك. صح مش صح، حقك مش حقك، كان بيجي لك من بوق الاسد يعاوني. صح ولا لا؟ صح. بعد العمر ده كله تعمل معانا كده ليه؟ ده انا عمري ما رضيت اعملها معاك. تعملها مع اخويا ليه؟ ها؟ ليه؟ مين من عمري ما اذيتك ولا قصدت اذي حد طرفك ابدا. انت اللي اذيت نفسك واذيت كل اللي حواليك. دي اوامر يا ميمي، وانت قديم في الشغلانه وعارف يعني ايه اوامر. ما دي برضه عاوني اوامر، بس اوامر في الدنيا. بس هتلم علينا الكلاب ولا ايه؟ ايه ده كده؟ انا عايز اعرف اخويا فين؟ رد عليا. ده شوري اللي خطفه. افتكرت يعني. طب كده ايه لازمتها بقى من الاول؟ لازم اعورك واوسخك دم على ايه؟ ما كنت تفتكر من بدري يا اخي. ماشي، الدهشوري فين بقى؟ جاي دلوقتي، انا لسه كنت هكلمه لولا انت جيت. انا جاي في الطريق يعني استناه. ايوه ماشي، لحد ما يجي بقى انا مش عايز اسمع صوتك خالص. ولا اقول لك اعمل نفسك ميت عشان ما اموتكش؟ اعمل نفسك ميت. انزل. في ايه؟ تعال. طيب مش عايز اسمع. حاضر خش. حاضر. يا رب انا مش عارفه اقول ايه، بس انت اكيد حاسس بايه. يا رب ما توريني حاجه وحشه في الرايق والنبي يا رب، عشان هو مش وحش، ده طيب ابن حلال ومظلوم. مظلوم وحياة حبيبك النبي يا رب، ما توريني في حاجة وحشة. وبعدين ده يتيم وهو اللي بياخد باله مننا ومن أخوه ومن عمته. يا رب النبي ترجعه لي وتخليه يفرح بابنه، ابنه اللي مستنيه. أنا عارفة يعني ممكن الواحد يكون عمل حاجات كتير غلط، بس انت بتسامح وانت الوحيد اللي انا اقدر اشتكي، وعارف ان احنا ملناش حد غيرك، والله العظيم ملينا حد غيرك. والنبي يا رب ما اشوف في حاجه وحشه ابدا، وترجعوا بالسلامه. ويعني بس انا عارفه ان انت مش هتوريني في حاجه وحشه، عشان تعرف ان انا ما اقدرش اعيش من غيرك. يا رب فك كربه، يا رب فك كربه. ونيابة يا ميمي بيه انزل. اول راح حبيبي بيه يا باشا انزل. تعالى هنا اخويا فين؟ اخوك اهو. تعالى فيك اهو. انزل السلاح. محدش يضرب نار يا ولاد الكلب. خد السلاح. اخويا فين؟ اخويا فين اللي فكرت بيه؟ والله العظيم اخوك بخير. تعال وروني. الله. اوه. من هنا. من هنا. يا سيكا بيه. رد على ميمي بيه. اهو. من هنا. اخوك بخير والله. تعال وريني. سيكا بيه اهو. اهو والله. اهو زي الفل، احنا كلنا بنهزر مع بعض. اتفضل يا ميمي بيه. ميمي بيه اهو. سيكا بيه. رد على اخوك اهو. سيد. عامل فيك ايه؟ ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش يا سيكا. طب يا سيد انت اللي عملوا فيك ايه؟ طحتش دهشوري. طب
الف مبروك يا جماعه، ربنا يكرمك بالف خير. اتفضل يا مولانا. اتفضل اتفضل. شكرا. اتفضل يا مولانا. هيا يا جماعه نسمع بقى زغروطه. لا زغروطه ايه يا ماما؟ اصل عشان الجماعه هنا عندهم ظرف وبتاع، الظرف اللي انا قلت لك عليه. مبروك يا حبيبتي. الف مبروك يا مولانا. الله يبارك فيك يا عم ياسين. مبروك يا حبيبي. ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي. اتفضلوا الشربات ده، اتفضلوا الشربات. يلا يا سونا. يلا ربنا يخليك. اتفضلي يا حبيبي. اتفضلي يا استاذ. شعرك برضه زي ما هو. خد يا حبيبي. مبروك يا عم يا بنتي. دخول المطبخ وسهياني فيه اداله فرصة يدخل ويسرق اللي انت شايله كله. معلش مالكيش نصيب فيه. سيبيني ياما واخرجي. طب بس اهدي شوية. سيبيني ياما. بعد كده هتبص في العين السحريه وتشوف مين اللي وقف ورا الباب. ليه يا باشا؟ في حاجه حصلت؟ اعمل لي شاي الاول وانا اقول لك. شاي يا باشا. هو الموضوع كبير ولا فيه؟ البنت اللي قتلت فريده مسكناها واعترفت بكل حاجه يا سيدي. ايه؟ كنت عارف برضو اللي انت هتتنح كده. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا يعني دلوقتي في الامان؟ في امان. بس لازم الاول تسلم نفسك عشان يتم عندك الافراج بشكل قانوني. عيب يا ميمي، انا ما عملتهاش معاك وانت مطلوب، هعملها معاك دلوقتي. العادي يا سيدي اللي انا اقبض عليك، بس انا معرفش ليه حسيت معاك ان انا عايز اكسر القاعده. كان عندي حق. مبروك يا ميمي. ايه هتنح كتير؟ ما تخش اعمل لي شاي. يلا يلا. تحس بقيمة الحاجة لو هي بتضيع من ايديك. والبلد كانت بتضيع، عمرنا كان بيضيع، أحلامنا فيها كانت بتضيع. كلنا سبناها وقفنا نتفرج يوم في التاني، والأيام جابت سنين. ولو لمتنا دي حصلت من زمان، ما كانش ده بقى حالنا. فرصة أخيرة يا نلحقها يا نضيع كلنا. محدش عمل فيا كده قبل كده. مش خايف؟ والله طالما انت بتقول محدش عمل معاك الكلام ده قبل كده، يبقى انت اللي لازم تخاف مش انا. كل ده عشان شويه ورق وسيديهات بتساوم على ابني. انت شايفهم كده، بس احنا بقى شايفينهم حرية. كسروا الطول اللي انت لفه حول رقبتنا. خلاص انسى. ها عايزين بقى تبقوا شرف، ها تكسروا الطول وتتحرروا، مش كده برضه؟ نبقى زي ما نبقى، دي حاجة بتاعتنا، انت مالكش دعوة بيها خالص. والله أتمنى إن أنت تعرف تعملوا اللي أنتوا بتقولوه ده. هتبقوا من الناس اللي خدت فرصه مرتين. طيب انا هديكوا حريتكم. طب ابني انساه، انساه خالص. احنا هنديله فرصه يعيش حياه تانيه، حياه انضف من اللي كان عايشها معاك، وهنشوف له اب تاني. متقلقش، اب هيبقى كويس، مش فاسد ووسخ زيك. يعني الواد هيبقى مبسوط، ما تقلقش هيبقى مبسوط. We'll be right back.
عشان نعيش بني آدمين من غير ما تبقى رقابينا في إيد غيرنا. آخر فرصة عشان نقول للي حولوا حياتنا جحيم أنتوا مش هتتحكموا فينا. إحنا اللي هنحدد مصيرنا بنفسنا مش حد تاني. لما غمينا عيوننا بإيدينا ما كانش قصدنا نغميها عشان نبقى أخوين. إحنا غميناها عشان نقدر نعيش. بس لما وقعنا واتكسرنا كان لازم نفتحها عشان نواجه كل شر اتفرض علينا. وكان لازم لحظة بيقف عمرك عندها، لحظة إعدام خوفك، إعدام الشر في دنيتك. مش مهم بعدها إني أعيش، المهم غير يعيش ومفيش في حياته شر تاني. إن شاء الله. لا لا ديبو، ومش أي عيش. إحنا هنعيش نضاف، محدش ماسك علينا زلة ولا لو دراعنا خلاص.
هنعيش نضاف زي ما اتولدنا نضاف بالظبط. ما تقلقش يا يوسف، هتبقى زي الفل، نفضل طول عمرنا مع بعض، مش هنبعد عن بعض ابدا. وبعدين كلها شويه وهنطلع الحاره مع بعض، مش هنسيب بعض. يوسف شكلكم مروحين من غيري يا صاحبي. مفيش مروح من غيرك. اجمل انت هتقوم وتيجي معانا. ما تكدبش عليا يا ميمي، انت عمرك ما عملتها يا صاحبي. تكذب عليا دلوقتي؟ امي ونادين في عينيكم وضهركوا في ضهر بعض، ما تسيبوش بعض ابدا. والنبي يا جدعان، والنبي محدش هيراعيهم غيرك، ومحدش هياخد بالهم غيرك انت. بس انت بس اللي هتراعيهم. قوم يوسف، قوم بطل النمر اللي بتعملها علينا دي. انت كويس وزي الفل، قوم يلا. صح، انتوا عاملين تترجوا بدل ما تاخدوني على المستشفى. يمكن انا اللي اخلي بالي منهم واديبه. ايوه انت اللي تخلي بالك منهم. ايوه وابسط امي وعوض نديم. ايوه انت صح. يا الله يوسف، بطل دلع. مش حته طلع انا اللي هتعمل فيك كده.
هنيجي معاك يا باشا، بس تصبحك انا ودي بنقعد مع بعض دقيقتين مش هنطول. دي اخر مرة هنقعد فيها احنا التلاتة مع بعض بعد اذني ساعتها. احنا طول عمرنا عايشين مع بعض، فرحنا وحزننا، كسبنا وخسرنا، فتحنا صدرنا على الدنيا، عمرنا ما خفنا من حاجة عشان احنا مع بعض. بس دلوقتي يا ديبو الحسبة اختلفت. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس، طول عمرك بتفهم من غير ما اتكلم، من غير ما افتح بقي بكلمه واحده. انا فاهمك يا ميمي وعارف انت عايز تقول ايه، بس مش هينفع يا صاحبي، انا اللي هشيلها. مفيش حاجه اسمها مش هينفع، ده مش وقت اصلا يا جدع. الشيله تقيله، انت وراكم لحم، أمك، إخواتك البنات، مراتك اللي لسه ما شافتش الدنيا معاك، أنت عندك عيل جاي، عيل برضه لسه ما شافش الدنيا، يرضيك يا ميمي، يرضيك ابنك يجي الدنيا وهو ملوش أب، اتولد يتيم وأبوه عايش، أبوه اللي حلم بيه كتير، أتمنى اتولد بين إيديه، يرضيك يا ميمي. لا يا صاحبي ما تحرمش ابنك منك. ابني مش هيعيش يتيم، انت تخلي بالك منه، تخليه يطلع راجل زينا، بس أمان عليك يا اخي سميه يوسف، لازم يفضل عايش حوالينا وسطينا. انت اللي هتسميه وانت اللي هتعمل اسبوع عشان يطلع زي ابوه راجل. اسمع الكلام وريحني، وريح يوسف في تربته. يوسف كده يبقى مرتاح، خليه يحس انه مات عشان كلنا نعيش.